مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا العديد من الأمور المهمة اللي هنتكلم فيها، وأكيد أبرزها مباراة اليوم ما بين منتخب مصر وسويسرلاند، واللي انتهت بفوز منتخب مصر نتيجة 4-1. هيكون الحديث مستمر ومفصل مع نجوم استوديو التحليل، سواء كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، أو كابتن أحمد بلال. وايضا هنتطرق بكل تاكيد لمسيره النادي الاهلي بالتحديد في بطوله كاس مصر والمباراه الاخيره امام فريق الترسانه والصعود لدور 16، وايضا هنتكلم عن الاستعدادات الهامه جدا 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 لمباراه فاق سطيف في اياب دور قبل النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي النهارده ان شاء الله الحلقه هتكون مهمه ودسمه جدا. لكن في البدايه خلينا نتكلم عن الحفل الاكثر من رائعه اللي كان منذ قليل في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وهي كان حفل من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وكان علشان طبعا الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، وكان تكريم لبعض أعضاء النادي وبعض الموجودين داخل النادي الأهلي اللي ساهموا في هذه الحرب المهمة جدا، وأكيد كان انتصار عظيم لكل المصريين. وابتدى الحفل النهاردة بإذاعة السلام الوطني، وده أكيد شيء مهم ومعتاد. تنظيم الحفل كان أكثر من رائع زي ما احنا شايفين كده في الصورة. الإدارة التنفيذية بصراحة في النادي الأهلي عملت مجهود كبير جدا عشان يظهر هذا الحفل بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا في الصورة. طبعا كان متواجد الكابتن محمود الخطيب، كان متواجد كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في يوم أكيد كان مهم جدا زي اليوم ده. دور النادي الأهلي زي ما احنا عارفين، النادي الأهلي مش بيهتم بس من الجوانب الرياضية الجوانب الاجتماعية، لكن كمان الاهتمام بالجانب الوطني زي ما احنا متعودين دايما من النادي الأهلي. وكان فيه إصرار كبير جدا من كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي إن هم يعملوا حفل مهم زي ده، فبالتالي أكيد كان حفل أكثر من رائع ويوم جيد جدا بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طيب أكيد عايزين نتكلم أيضا عن منتخب مصر وفوزه النهاردة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله 2019 في الكاميرون. المنتخب يعني خلاص تحت قيادة فنية جديدة لمستر أجيري، طبعا المدير الفني المكسيكي، مع الكابتن هاني رمزي، مع سلجادو، فأكيد استعدادات كانت مهمة لهذه المباراة رغم سهولتها أمام فريق سواتيني أو سويسرلاند. هو سواتيني بقى اسمه الجديد القديم، يعني هم في الأول زمان قبل الاحتلال البريطاني كان اسمهم سواتيني، مملكة سواتيني، بعد كده جه الاحتلال البريطاني فبقى اسمها سويسرلاند، فضلت اسمها سويسرلاند لحد ما تم الاستقلال من الاحتلال البريطاني ب50 عاما. كان من الاسبوعين اللي فاتوا بالتحديد كان بقى لهم 50 عاما استقلوا بشكل كامل من الاحتلال البريطاني. فالملك الخاص ب سويتني دلوقتي قرر انه يرجع اسم سويتني من جديد، فبالتالي مباراه النهارده منتخب كان بيلعب سويتني، فبالتالي كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني، بالنسبة للاعبي منتخب مصر، في ظل تواجد عدد كبير جدا من اللاعبين اللي ممكن يكونوا جداد شوية عن المنتخب. في بعض اللاعبين النهاردة لأول مرة بيشاركوا في مباراة رسمية، أبرزهم عمرو طارق، وللأسف يمكن تعرض لإصابة في هذه المباراة. كمان من الأخبار المحزنة مباراة النهاردة وفوز منتخب مصر على سواتني بنتيجة 4-1. محمد صلاح عمل رقم جديد النهاردة، هو أحرز الهدف الرابع، هدف كان جميل بصراحة، ويعني أعتقد أنه هو قاصد، يعني زي ما قلت لكم أنه هو يحطها من ضربة ركنية مباشرة في الجون، راحت بشكل جيد جدا. الرقم اللي حصل النهاردة أن كان الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كان الكابتن حسام حسن، أحد رموز الكرة المصرية، وكان برصيد 12 هدف. محمد صلاح بعد مباراة النيجر الأخيرة جاب هدفين فتساوى مع 12 هدف، جاب النهاردة هدف آخر بقى هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية برصيد 13 هدف. وبالمناسبة يعني صلاح كمان يعني جاب 38 هدف كده في مسيرته كلها مع المنتخب المصري في 61 مباراة، ولاعب لسه عنده 26 سنة، هو عادل رقم محمد أبو تريكة طبعا نجمنا الكبير جدا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، فبالتالي أمام فرصة كبيرة جدا أنه هو يكون الهداف التاريخي للمنتخب المصري على مدار التاريخ خلال الفترات المقبلة.
فبالتالي الأمور كلها ماشية بشكل جيد بالنسبة للمنتخب المصري. نتمنى طبعا إصابة صلاح ما تكونش قوية، ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل، لأن احنا بصراحة يعني عارفين مدى أهمية محمد صلاح في المنتخب المصري، ومدى أهميته كمان في ليفربول، وكل المصريين بيتابعوا محمد في ليفربول. فبالتالي نتمنى له الشفاء السريع علشان إن شاء الله نتمتع بيه، ويقدر كمان يعود لمستواه. في تركيز كبير عليه خلال الفترة دي، والبعض بيطالبوا بتحقيق نفس الأرقام بتاعت الموسم اللي فات، وده صعب جدا جدا بالنسبة لمحمد صلاح، مش عشان إمكانياته، لا، عشان مش شرط إن الأرقام اللي اتحققت الفترة اللي فاتت تتكرر. هي محمد صلاح لو جاب 20 أو 25 هدف في الدوري الإنجليزي السنة دي هتكون حاجة رائعة، يعني مش شرط إن هو يجيب 32 هدف زي السنة اللي فاتت، مش شرط يجيب حاجة 40 هدف زي السنة اللي فاتت في كل البطولات. الأهم إن احنا نساند نجم كبير ومرشح كمان لجائزة البالون دور من الفرنس فوتبول للكرة الذهبية، من ضمن أحسن 30 لاعب في العالم في هذه الجائزة. لسه ما نعرفش هيكون متواجد في الثلاثة الأخرانيين ولا لا، لكن هو أوريدي خلاص أحسن ثالث لاعب في أوروبا، وثالث أحسن لاعب في العالم في جائزة ذا بيست من الفيفا. فبالتالي عندنا نجم كبير جدا، حاجة ما كناش نتوقعها يعني خلال الفترات اللي فاتت. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طيب، ايضا من ضمن الاخبار المهمه جدا عايزين نتكلم عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ويمكن كان فريق 2001 كان عنده مباراه النهارده مهمه جدا امام فريق بيراميدز، وانتهت بفوز النادي الاهلي نتيجه 3-2. طبعا مواليد 2001 تحت قياده الكابتن احمد سراج، على فكره من المدربين المميزين جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اهداف النادي الاهلي احرزها شادي رضوان، على فكره اللاعب ده افتكروا اسم شادي رضوان، ده من احد اهم اللاعبين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ومصنف طبعا على حسب صحيفه الجارديان ان هو من ضمن افضل 60 موهبه صاعده على مستوى العالم. احرز هدف، واحمد اشرف ده لاعب مميز جدا جدا في نص الملعب، احرز هدف جيد، وعبد الوهاب علي كمان من اللاعبين او المهاجمين المميزين جدا في صفوف فريق 2001 تحت قياده الكابتن احمد سراج. بالتالي النادي الاهلي بيتصدر برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، وبيكون في المركز الثاني فريق الجيش برصيد 20 نقطة. بالتالي كان فوز مهم جدا النهارده بالنسبة لهم على فريق بيراميدز. طب خلينا نروح سريعا بسرعة لفاروق صلاح مراسل قناة النادي الاهلي، واللي أكيد معاه كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة. يا فاروق، مساء الفل عليك. الفل عليك زميلي امير، وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ودايما منورنا على قناه النادي الاهلي. حبيبي يا فاروق، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله كله الحمد لله. طيب، كلمنا عن المباراه النهارده وفوز النادي الاهلي على بيراميدز، اشرح لنا المباراه كانت ماشيه ازاي، مين تالق من اللاعبين، سيناريو المباراه نفسه كان عباره عن ايه، كلمنا عن المباراه بشكل عام يا فاروق. خليني زميلي امير اقول لحضرتك، لو هنحط عنوان للقاء هنقول روح قميص النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء اللي دايما بنزرعها في الناشئين. لاعبي النادي الاهلي بيلعب لاخر دقيقه، هدفه دايما المكسب، هدفه المركز الاول. هي مباراه كانت عنوان عن روح الفانيله الحمراء في وسط الضغوط، في وسط الظروف، في وسط الجماهير، في وسط اجواء في ملعب منتجع الاسيوطي، لكن مع لعيبه النادي الاهلي اللي دايما بنراهن عليه سواء في الناشئين او في الفريق الاول. النادي الاهلي دخل اللقاء وهو بيتصدر جدول المسابقه، حقق الفوز 7 لقاءات، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع ما شاء الله. دخل اللقاء مع فريق بيراميدز، قدر ان هو يحرز هدف عن طريق اللاعب شادي رضوان، وشادي زي ما حضرتك قلت تم اختياره، هو ترتيبه رقم 20 كمان، يعني ضمن 60 موهبه على مستوى العالم طبقا للاستفتاء واختيارات صحيفه الجارديان. انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف عن طريق شادي رضوان، وهدف من اجمل الاهداف، يعني اكيد جماهير النادي الاهلي هتتابعوا وهتشوفوا معانا على طبعا الكوره بالكامل. هدف رائع ومميز جدا لشادي، يعني لم واحد والتاني جوه منطقه ال 18 وركنها بالقدم اليسرى على يمين الحارس. مركزه ايه بالظبط يا فاروق شادي؟ شادي بيلعب على الجناح الهجومي الايمن والجناح الهجومي الايسر، يعني ما شاء الله بيجيد اللعب على اطراف الملعب، واحد من اللعيبه اللي تميز بالسرعه والقوه، عنده الرشاقه والمرونه، الامور اللي يعني نقدر نقول لو ربنا يعني ان شاء الله لو شادي قدر يحافظ على الموهبه اللي ربنا اداها له يكون امتداد لجيل كتير ونجوم كتير في تاريخ النادي الاهلي وكره القدم المصريه. الشوط الثاني الاهلي انهى الشوط الاول بتقدم بهدف وسيطره من النادي الاهلي على احداث اللقاء، واهدر اكثر من فرصه هدف اخر. الشوط الثاني قدر فريق بيراميدز ان هو يعمل اكثر من تبديل، وقدر
قدر ان هو يرجع لاحداث اللقاء بهدف احرزه لاعب كريم رمضان. ثم دفع الكابتن احمد فراج باللاعب احمد اشرف. حضرتك بتتكلم على احمد اشرف، واحد من اللعيبه المميزه اللي ده لعب كويس قوي. شخصيه القائد للنادي الاهلي احمد اشرف، بعد نزوله بدقيقتين قدر ان هو يحرز هدف التقدم للنادي الاهلي، اصبحت النتيجه 2-1 للنادي الاهلي. في الدقيقه 37 من احداث الشوط الثاني قدر فريق بيراميدز يتعادل عن طريق بديل ايضا هو اللاعب مازن اشرف، حط هدف التعادل 2-2. في الدقيقه 93 وروح ما بعد الدقيقه 90 للنادي الاهلي كالعاده اتعودنا عليها مع الفريق الاول، اتعودنا عليها مع فريق الناشئين. لاعب عبد الوهاب علي قدر في الدقيقه 93 يحرز هدف رائع للنادي الاهلي عشان يتلل الانتصار. انا عايز اقول لحضرتك ان كمان زميلي امير ان صراع منافسه على قمه على هداف البطوله ما بين شادي رضوان وعبد الوهاب. النهارده شادي جاب الهدف الثامن، عبد الوهاب ايضا احرز الهدف الثامن، والاثنين في 8 ماتشات هداف البطوله. ايوه يعني جابوا 8 اهداف، كل واحد جاب 8 اهداف في 8 ماتشات. كل واحد جاب 8 اهداف. انا كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، في احصائيه احنا عاملينها ان يعني انا عديت هذه الاحصائيه ان النادي الاهلي حتى الان هو اقوى خط هجوم على مختلف مستويات بطولات منطقه القاهره او بطوله الجمهوريه. ناشئ النادي الاهلي احرزوا 143 هدف. 143 هدف، 143 هدف احرزهم ناشئ النادي الاهلي حتى الان في مختلف كل البطولات. النادي الاهلي ايضا هو اقوى خط دفاع لم تهتز شباكه الا ب 28 هدف. والنادي الاهلي عنده رقم ايضا ان عنده فريقين، فريق 2002 وفريق 2004. الفريقين حتى الان لم تهتز شباك اي فريق منهم باي هدف. ارقام واحصائيات لقطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني ده بيدل برضه يا فاروق ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي بخير، وعندنا العديد من المواهب والنجوم اللي ممكن يكونوا اضافه لفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي في القريب العاجل ان شاء الله. بالظبط زميل كتير. ده انا اقول لك اوضح لحضرتك نقطه كمان مهمه، ان هداف بطولات قطاعات الناشئين الاهلي، هداف بطوله 97 يوسف علاء من النادي الاهلي، هداف بطولة ال 99 صالح نصر برصيد 9 اهداف من النادي الاهلي، هداف بطولة ال 2001 من النادي الاهلي شادي رضوان وعبد الوهاب، هداف بطولة ال 2000 اللاعب العربي جمال من النادي الاهلي برصيد 6 اهداف، هداف بطولة ال 2002 اللاعب احمد سيد غريب ب 8 اهداف من النادي الاهلي، هداف بطولة ال 2004 من النادي الاهلي اللاعب ميدو اسامه برصيد 9 اهداف. البطولة الوحيدة حتى الان الهداف مش من النادي الاهلي هي بطولة ال 2003. للبطولات النادي الاهلي اقوى خط هجوم، النادي الاهلي اقوى خط دفاع، الهدافين من النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف احنا دايما بندور على الناشئين، بندور على ابو تريكه جديد، بندور على عماد متعب جديد، بندور على كابتن الخطيب جديد، بندور على بركات جديد، على عماد النحات، على النجوم. انت بتقول اسماء صعبه قوي تلاقي ناس حد يعوضهم يا فاروق، يعني اسماء تاريخيه بالنسبه للكره المصريه بشكل عام. بالظبط، بنحاول على قدر المستطاع. طيب عامه يعني الامور ماشيه في القطاع بشكل جيد يا فاروق، والنهارده كان فوز مهم بالنسبه للنادي الاهلي على بيراميدز. فوز مهم، واللي انا عايز اقول لحضرتك ان الاهلي رفع الفرق النقاط ما بينه وما بين اقرب منافسيه لنادي طلائع الجيش لاربع نقاط، النادي الاهلي 24 طلائع الجيش 20، رفع فارق النقاط ما بينه وما بين الزمالك ل 13 نقطه فارق ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي رصيده 24، نادي الزمالك النهارده تلقى هزيمه من مقاولون العرب وتوقف رصيده عند 11 نقطه، تمام. نادي بيراميدز ايضا توقف رصيده عند 7 نقاط. فالنادي الاهلي نقدر نقول للكابتن احمد سراج نحييه ونحيي اللعيبه ونتمنى لهم التوفيق في المشوار القادم ان شاء الله. عندهم مواجهه مع نادي بتروجيت الاسبوع القادم بالسويس باذن الله، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. زميلنا طبعا مراسل قناه النادي الاهلي فاروق صلاح، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واللي طمنا بشكل كبير على قطاع الناشئين في النادي الاهلي بشكل عام، مش بس على فريق 2001 اللي كسب النهارده فوز مهم جدا على بيراميدز بنتيجه 3-2. يعني الناس ممكن تكون بتتكلم عن قطاع الناشئين شويه في النادي الاهلي ممكن الامور ما تكونش ماشيه بشكل جيد، لا بالعكس عندنا مواهب كثيره جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان شاء الله هيكونوا اضافه في المستقبل القريب بالنسبه للفريق الاول لكره القدم، وخصوصا ان احنا في الفتره الحاليه لو بصينا على فريق النادي الاهلي هتلاقي معظمه من الناشئين اصلا في النادي الاهلي، عندك بدايه محمد الشناوي، شريف اكرامي، عندك سعد سمير، ايمن اشرف، حسام عاشور، كتير، ناصر ماهر، احمد حمدي، ناس كتير جدا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وقبليهم كمان كان في ناس اكتر يعني، لكن ان شاء الله مرحله مقبله قطاع الناشئين هيكون ليه دور كبير جدا في مسيره النادي الاهلي بشكل كبير.
طيب دي كانت ابرز وبعض الاخبار المهمه جدا على الساحه الرياضيه الفتره دي، لكن هيكون عندنا كلام مفصل بشكل اكبر مع ضيوفنا ونجومنا الكبار كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن احمد بلال، لكن بعد فاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الحديث هيكون مفصل النهاردة عن مباراة منتخب مصر أمام فريق سويسرلاند أو سواتين يعني على حسب المسمى الجديد، لكن بينضم لي في هذه اللحظات نجوم مصر طبعا كابتن ماهر همام. كابتن ماهر مساء الفل عليك. مساء الخير يا بيه، اهلا بيك، ازي صحتك؟ تمام. ايضا كابتن شريف عبد المنعم، اخبارك يا كابتن شريف؟ امير كله تمام الحمد لله. كابتن احمد بلال طبعا نجم النادي الاهلي، اخبارك يا كابتن بلال؟ الله يخليك، ازيك يا بيه؟ وراك حاجه ولا مستعجل ولا ايه؟ انت حظك معايا. طيب كابتن ماهر، عايزين نتكلم عن مباراه النهارده، مباراه مصر وسويتني. اكيد تابعت المباراه بشكل دقيق، رؤيتك للمباراه وتقييمك لاداء المنتخب المصري. وبسم الله الرحمن الرحيم، اولا طبعا بنرحب بالكباتن الكابتن شريف والكابتن بلال. مبروك لمنتخب مصر طبعا، النتيجه النهارده 4-1. هنلاقي النهارده ان الجهاز الفني مستر اجاري وكابتن هاني رمزي غيروا من الاستراتيجيه اللي كانت موجوده قبل كده عليها منتخب مصر. يعني هنبص على من ناحيه التشكيل او من ناحيه الاختيارات، هنلاقي مثلا مع كوبر كان موجود عصام الحضري في حراسه المرمى، كان موجود عبد الشافي، كان موجود علي جبر، كان موجود حجازي، كان موجود احمد فتحي، كان موجود عبد الله السعيد. النهارده دخل اعداد جديده او دم جديد اتضاف لمنتخب مصر لاول مره بنشوفهم. طبعا يمكن اخرهم كان ايمن اشرف كان راح في مجموعه كبر، وبعد كده النهارده واضح ان مستر اجيري اعتمد عليه بشكل كبير جدا في حته الباك ليفت. الرباعي او التشكيل اللي موجود عليه منتخب مصر بعد التغييرات اللي حصلت يمكن في الرباعي الخلفي، هنلاقي ان ايمن اشرف دخل على حساب عبد الشافي، نلاقي باهر المحمدي دخل على حساب علي جبر، هنلاقي ان عمرو طارق دخل على حساب حجازي، هنلاقي ان احمد المحمدي دخل على حساب احمد فتحي. يعني ده التشكيله اللي حصل فيها تغيير يمكن في خط الظهر اللي اضافه الجهاز الفني الجديد. النقطه الثانيه الاضافه اللي دخلت في نص الملعب، يمكن علي غزال دخل بشكل كبير جدا مع محمد النني، ويمكن كان طارق حامد اللي كان موجود قبل كده مش موجود، علي غزال دخل مكانه، وبعدين يمكن عمرو ورده الاضافه الاخرى في نص الملعب. لكن طبعا خط الهجوم واضح قوي ان في ثبات بشكل كبير جدا من ناحيه محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن. فالاستراتيجيه اتغيرت عن منتخب مصر السابق من خلال هذا الجهاز، ودي رؤيه بتحسب لهم يعني فنيا. هم الناس برضك باصين لكاس الامم الافريقيه، باصين لاولمبياد، باصين لكاس العالم، عايزين يعملوا احلال وتجديد بالنسبه لمنتخب مصر، بالنسبه حتى للاعمار السنيه. انا شايف ان ده سياسه هم بتتبعينها من بدايه هذا او توليتهم للمهمه. بيعتمدوا على الدوري المحلي من خلال اضافه بعض النجوم جدد. احنا سمعنا يمكن موجود يمكن صلاح محسن، لكن حته الاصابه يمكن عطلته. في محمد محمود اللاعب وادي دجله المتميز، في حسين الشحات يمكن ما كانش موجود في الفتره اللي فاتت، يمكن يكون برضك له حظ موجود مع الجهاز الفني الجديد. طريقه اللعب يا امير بقى اتغيرت، طريقه اللعب يمكن مستر كوبر كان بيلعب بطريقه 4-2-3-1، النهارده مستر اجاري بيلعب بطريقه 4-3-3، وبعدين بتتقلب بعد كده في الحاله الهجوميه ان هو بيعتمد على واحد بس اللي هو غزال، ومساندة الاثنين بقى ورده والنني في المثلث الهجومي اللي هم موجود عليه محمد صلاح وموجود عليه محمود تريزيجيه ومروان محسن، فيبقى في نزعه هجوميه بالنسبه لمنتخب مصر. شفنا النزعه الهجوميه دي بترجع لشخصيه المدرب، يعني واضح ان شخصيه المدرب فكره هجومي، فكره هجومي اكتر لمنتخب مصر.
كمان مع إضافة الأطراف يعني أيمن أشرف فكره هجومي يا كابتن محمد يا كابتن ماهر فكره هجومه هجومي ولا احنا اللي عشان متعودين على الناحية الدفاعية أمام مستر هيكتور كوبر فشايفين إن هو بيهاجم شوية يعني لا احنا عرفنا من شخصيته من طبعه وشفنا احترافه طبعا في أوروبا والمحطات اللي اشتغل فيها واضح إن عنده فكر هجومي بيحاول إنه يضيفه بشكل كبير جدا بيعود لعيبة منتخب مصر من بداية اللقاءات اللي احنا شفناه اللقاء الأولاني وده اللقاء الثاني واضح قوي ان ان الشكل الهجومي هيبقى ده طابع لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه بس في نقطه هنا كمان يا امير انا كنت اتمنى الخبرات الخبرات اللي احنا محتاجينها اللي هي زي احمد فتحي زي هنتكلم عليهم هنتكلم عليهم دول بالتحديد لاحقا بس عايز اروح للكابتن شريف عبد المنعم وعايز اخد رايك هل من خلال تجربتين سواء النايجر او فريق سواتين النهارده نقدر نقيم قدرات الجهاز الفني باللاعبين مثلا الجداد اللي بيشاركوا في هذه المباراه من خلال مباراتين سهلين زي دول؟ لا والله هي فرصه للراجل ان هو بيلعب مع فريقين زي دول يعني فرصة. كان نايجر او سوازلاند دول انا بحس وانا بتفرج النهارده ده تراي ماتش مش ماتش رسمي وهيأهلني البطوله فهو يمكن سهوله اللقاءات مدياله حريه التفكير والتغيير والشكل اسلوب اللعب تحفيز اللعيبه انت عندك لعيبه ممكن ما تبقاش بتلعب في الاساسي في فرقتها هو مختارها عندك اشكال كتير اهو راح جاب ناس من امريكا وراح عنده عين ثانيه بيحاول يجدد التيم النهارده كان طارق حامد بره التيم اضطر ان هو ينزله في وقت حس ان الفرقه بعد اكتفت يعني بالنتيجه أو ممكن كمان يكون خايف عليه من انذار طارق حامد ومحمد النني عندهم انذار كل واحد فممكن قال لك الاعب واحد اساسي والتاني خليه احتياطي احتياطيا عشان المباراه القادمه كل شيء امير جايز في حكايه التحفظ انك انت يبقى قوامك الاساسي موجود امام الفرق في سياق انك انت تكمل انك انت تحافظ على الوقت اللي انت والمكانه اللي انت هتروح فيها في التصفيات يعني لحد دلوقتي انت سالت ماهر قلت له انت شايف ان هو احنا لا احنا مش شايف لحد دلوقتي اي حاجه غير عناصر جديده مديني سن صغير مديني حريه تحرر للعيبه في الملعب زي ورده النهارده ورده انا اول مره بصراحه اتفرج عليه النهارده اول مره يبقى بيجري في كل حته الراجل عايز يثبت ان هو لعيب كوره الثاني ما ادلوش فرصته حتى كان بينزله بيحمله مسؤوليه اكبر كان بيلعب في مكان مش مكانه كان بيلعب بيحمله مسؤوليه الماتش كمان كنا احنا كلنا نطلع ايه ورده ده ايه مش ما كانش في سبورت حتى لمحمد صلاح من اي نوع من اللعيبه حتى مروان محسن اتصاب وما بقاش في سبورت تريزيجيه الراجل كان معتمد وكان بشكل صريح كده هو معتمد على عبد الله السعيد يدي الكره لمحمد صلاح هو كان بيخطف ماتشات الحقيقه ما كانش يعني في شكل لا اداء بالنسبه لنا وهي النتيجه بس اللي دايما كان بتسكت الدنيا كلها وعمل الماكسيمم وصلك لنهائي افريقيا ودخلك كاس العالم يعني حظه كان كده ان هو يخش ومحى كل حاجه بوجودنا في كاس العالم فاللي احنا عايزين نتكلم على غفير المكسيكي هو شكله كده راجل فوتبولر فاهم كويس قوي معاه من الكياسه ومن كل الاحترام لهاني رمزي واحمد ناجي طبعا بالخبرات اللي موجوده معاه كمان طاقم انا كنت كان ليا الحظ في ماتش الاهلي الاخير في فاق سطيف وقعدت معاهم واتكلمت واتكلمت خاصة عن اللي اتكلم فيه كابتن ماهر همام اللي هو البديل الامثل مش بتكلم على القوام الاساسي زي وليد سليمان وكان ليهم وجهة نظر يعني هنتكلم فيها السن لما نوصل لها في المرحلة دي كابتن بلال رؤيتك للمباراة برضو النهارده تقييمك ليها هل شايف ان في حاجة معينة ناقصة الجهاز الفني خلال الفترة الجاية من حيث العناصر اللي ممكن تكون متواجدة مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة؟ بص انا هقول لك حاجه احنا ما نقدرش نعمل المقارنه دلوقتي ما بين المدير الفني السابق والمدير الفني الحالي على الاطلاق انت برضو الفرقه زي كده لعبتها برضو في التصفيات اللي فاتت وكسبت 10 تقريبا او 9 او 11 على ما اتذكر يعني. هل ده معناه ان انت كنت منتخب السمه بتاعتك هي السمه الهجوميه او السمه بتاعتك هي السمه الدفاعيه لا على الاطلاق خالص فانت النهارده عندك مباراتين زي ما قال الكباتن كابتن شريف قال من شويه انت لعبت مباراه النيجر والنهارده تلعب مباراه مع سويسرا مباراتين اسهل ما يمكن بدليل ان الراجل النهارده بيجرب كل العناصر المتاحه بالنسبه له خلاص انت عندك طارق حامد كان على دكه البدلاء حتى محمد هاني اللي كان بيستعين بيه في بعض الاوقات على دكه البدلاء كابتن محمد علي جبر على دكه البدلاء حسين الشحات على دكه البدلاء
يعني لعيبه كتير مش موجود، لعيبه كتير النهارده مش موجوده اساسيه، هي كانت اساسيه في المنتخب مصر. لكن انت على طريقه الراجل اللي بيلعب بيها وبيشتغل بيها، هي الطريقه خد بالك من 4-2-3-1 ل4-3-2-1 ما بتفرقش كتير على حسب حسب الكواليتي اللي بتشتغل بيها. يعني انت النهارده مثلا زي ما قال كابتن شريف النهارده عمرو ورده بتدي له مهام مختلفه، هل المهام المختلفه دي في المباريات اللي جايه هتقدر تديها له مع تونس؟ هتقدر تدي له المهام دي ولا انت مثلا هتحتاج في مباراه تونس اثنين ميد فيلدرز مثلا زي طارق حامد وزي النني يلعبوا مثلا، وعمرو ورده تدي له يا كابتن بعض الحاجات كده ايه الخفيفه مثلا؟ هل انت اللعيب اللي ممكن تقوم بدور صانع العاب ولكن عندك واجبات دفاعيه كتير؟ فالنهارده في المباراه بتاعت النهارده ما تقدرش تحكم على المدير الفني ولا على افكاره طبعا. ماشي النهارده، بس انت بتقول زي ما قال الكابتن ان انت عايز تجرب العناصر اللي يكونوا هم دول البدائل بالنسبه لك. لكن العناصر الاساسيه ما تقدرش تقيم النهارده. انا النهارده كمدير فني ما اقدرش اقيم اقول لا انا هختار طارق حامد كابتن، لا انا هختار علي جاب، لا انا هختار النني، لا علي غزال هو اللي هيكون اساسي بالنسبه لي. ما اقدرش اقيم الكلام ده بشكل كبير النهارده في مباراه ورا زي مباراه سيزون. انت بتكسب فيها 4 كان مكسب، تكسب فيها 8 و9. مباراه النيجر برده نفس الموضوع، مباراه مفتوحه بالنسبه لك، تقدر تكسب باي شكل من الاشكال باي عنصر من العناصر. بتلعب فرقتين تقريبا مش على الخريطه الافريقيه تقريبا يعني. تمام. فالنهارده ما تقدرش تقول، لكن احنا ممكن نتوسم نقول ان الراجل اللي موجود بيدي فرصه وبيتيح الفرصه لبعض العناصر الجديده عشان تدخل مع منتخب مصر الفتره اللي جايه. هي دي الحاجه اللي نقدر نستفيد منها ونخرج بيها من مباراه النهارده. ممكن زي ما قال الكابتن احنا شفنا النهارده واجهه جديده لعمرو ورده في المباراه، شفناه بيتحرك يمين بيتحرك شمال، لعيب ممكن يبقى هو ده صانع العاب اللي جاي في الطريق مع عبد الله السعيد او بديل لعبد الله السعيد، ممكن يكون ده اللعيب اللي على الطريق الفتره اللي جايه. بس بالنسبه عمرو ورده يعني هو للاسف عنده مشاكل كتير جدا الفتره الجايه، هتقابله في نادي باوك تحديد، يعني عنده خلافات مع المدير الفني، الراجل من الاخر كده مش هيعتمد عليه خلال المرحله اللي جايه، ده ممكن ياثر على فرصه في الانضمام للمنتخب للاسف يعني، لكن نتمنى له ان شاء الله ان الامور تمشي معاه بشكل كويس. عايز تقول حاجه؟ ليه تعليق على الحته دي. هو الراجل واضح انه مش فارقه مع الحته دي، واضح ان هو لو عنده قناعات بحد هيشتغل عليها كده. حتى عندك محمد هاني، ما هو يعني احمد فتحي هو الاساس، ايمن اشرف ما كانش بيلعب في النادي الاهلي واللي بيلعب عليه معلول. هو واضح ان هو لما بيقتنع بحد او المساعدين في الجهاز تحديدا قناعاتهم ببعض اللعيبه بيقدروا يوصلوها صح للمدير الفني. عشان كده في اختياراته يا كابتن في اللعيبه اللي موجوده، لا في بعض اللعيبه ما بتشاركش اساسي في الانديه بتاعتها، ولكن للقناعات اللي موجوده هو بيختار وبيشوف وعايز. بس انا عايز اقول لك على حاجه، في لعيبه على فكره ناشف يعني، في لعيبه بتشترك في انديتها اساسي وبيجوا مصر هنا ما بيعملوش حاجه يعني، برضو اثبات الوجود والتفوق كل بيخلي المدير الفني يعتمد. عشان كده النهارده انت لحد دلوقتي مروان محسن بلال لحد النهارده ماهر هو اللي تحت الميكروسكوب، هو اللي مطلوب، هو اللي يعني مش شايفين حد غيره لحد دلوقتي. انما كان في احمد علي لاعب المقاولين ودخل واتصاب للاسف خرج من القائمه، اي حد مش عارف ياخد القرار ان هو يقدر ينضم، وهم فاتحين على فكره الاختيارات وفاتحين صدرهم وفاتحين كل حاجه وعايزين تجديد، عايزين دم جديد كل، ومش فارق معاهم السن الا في حته وليد سليمان. طيب بس انا عايز اقول لكم بس معلومه مهمه جدا، وده يعني معلومه من داخل الجهاز الفني منتخب مصر. هما بيختاروا بعض اللاعبين اللي ممكن ما يكونوش بيلعبوا بس صغيرين في السن، زي محمد هاني مثلا، شايفين ان محتاجين باك رايت خلال المرحله المقبله يكون سنه صغير، عشان كده كده احمد فتحي كبر في السن، واللي اكيد نتمنى ان هو ينضم الفترات المقبله كابتن ماهر. لكن النقطه الثانيه اللي عايز اكدها برضو لحضراتكم والكل اللي بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي، ان عمرو ورده صعب جدا الفتره الجايه يلعب مع باوك، والمعلومه من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر انه لو ما لعبش بشكل يعني معقول مع فريق باوك ممكن ما يبقاش في الصوره مع منتخب مصر. عايز تقولها؟ طب انا ليا تعقيب بس على الكلام اللي انت قلته. مدير منتخب، مدير الفني لمنتخب مصر، هو هي دي مرحله مؤقته. يعني ايه مرحله مؤقته؟ انا النهارده عندي مباريات بلعب في، عندي بطوله افريقيا اللي جايه. ما تفرقش معايا موضوع السن، انا ما بحضرش، مش انا مش عندي بلان زي مثلا الانديه ممكن تكون عندها بلان طويل الاجل. ليه؟ يبقى عندي لعيبه شباب عايز استعين بيهم، عندي مدير فني متعاقد سنتين ثلاثه بيشتغل على دوري، بيشتغل على كاس، بيشتغل على بطولات، عندي نادي حاطط بلان قدامه. عشان كده ممكن تقول ان انا اللعيبه الصغيره في السن بالنسبه لي هم دول التارجت بتاعي بعد فتره بعد فتره تم. لكن انا النهارده مدير فني منتخب مصر ما وصلش افريقيا، خرج مشي طبعا، عقده انتهى طبعا. فعشان كده فكره ان انا استعين باللعيب الشباب عشان هو ده الفيوتشر بتاعي، انا مش معاها. انت مش اداره منتخب، انت مدير فني للجهاز. مدير فني الجهاز بتشتغل بالقطع، بتشتغل بالمباراه، بتشتغل بالبطوله. اخفاقك في البطوله ده معناه ان انت هترحل يا كابتن. يعني انا النهارده ما ينفعش تقول ايه انا ما جبتش وليد سليمان عشان ده مش راجل المرحله اللي جايه. انهي مرحله جايه؟
انت مرحله هل انت يا كابتن 22 لا 22 مين انا النهارده انت النهارده انت لو لا قدر الله ما صعدتش افريقيا كل الجهاز ده هيمشي بس خلينا لو اخفقت في افريقيا اللي جايه 19 انا يا كابتن بتكلم على كاس افريقيا اللي جايه اللي هو بعد 8 شهور لو اخفقت في افريقيا اللي جايه ما حققتش التارجت بتاعك طبيعي جدا فطبيعي جدا يا كابتن انا بشتغل على التوقيت الحالي انا كمدير في المنتخب لازم بشتغل على المرحله الحاليه ما بشتغلش على مرحله البدائل بس اضيف اتفضل بالنسبه اللي قاله بلال يا امير يا شريف انت تكوين الفريق يا امير واخد بالك بيعتمد على ثلاث عناصر الخبره واللعب الوسط واخد بالك والدم الجديد اللي انت بتبدا تضيفه تمام. فانت النهارده لو هنبص على التكوين كده يعني الهيكل اللي موجود عليه منتخب مصر هنلاقي يعني يمكن عناصر الخبره المحمدي على الصغر سنه عنده عناصر خبره يعني محمد صلاح باهر محمدي ولا احمد محمدي احمد محمدي احمد محمدي 29 30 سنه على فكره وبعدين محمد صلاح هم دول والنني دول عندهم خبره ادي ثلاث عناصر موجودين يعني وتريزيجيه يعتبر برضه وتريزيجيه 24 سنه في خط الدفاع بس عنده خبرات ده واحد موجود في الهجوم ايه المانع ان يبقى عندنا اضافه ثانيه والنني ده ما بيلعبش في الارسنال بيلعب الدوري الاوروبي بس ماتشات يعني برضه ما زيه زي تريزيجيه لو هيبقى فانت النهارده ما بتحددش او ما بتقولش حجه ان العمر السني هو اللي يفرق معايا عشان انا عندي كاس العالم بعد سنه ثلاثه هي تكوين الفريق كده يعني انت العناصر الخبره اللي انت محتاجها اللي تعمل لك اضافه في التيم اللي موجود معظمه من الاعمار السنيه او المتوسط الاعمار فانت محتاج اكتر من عنصر يعني احنا كنا بنتكلم على عصام الحضري في حراسه المرمى خبره شريف اكرامي خبره الحاجات دي احنا محتاجينها يا امير واخد بالك بتدي نوع من الثقه بتدي نوع من التمركز بتدي نوع من التوجيه نوع من القياده اقول لك على حاجه انا حاسس بيها اتفضل انا حاسس ان احنا هنرجع تاني لحجازي وعلي جبر وهيصاب باك ليفت بص اللي هي برضه بيبص للحرس القديم اللي كان موجود عبد الشافي او ما يماثل عبد الشافي انا حاسس ان هو هيعمل كده برضه بس هيغير اسلوب اللعب معلش كويس يعني شريف مش هيلعب 4 2 3 1 ما اقدرش ان انا استغنى عن العناصر لا هيلعب 4 3 3 4 4 2 يعني بالظبط انا حاسس ان هو شريف ان احنا العناصر اللي احنا ذكرناها ان ايمن اشرف مكان عبد الشافي ان المحمدي مكان احمد فتحي باهر مكان علي جبر عمرو مكان حجازي خد بالك دي كلها خبرات وفعلا احنا شفناها خلال الفتره اللي فاتت وهي اللي ساعدتنا ان احنا نقدر نروح لكاس العالم ما شفناش لحد دلوقتي يا ماهر كاس العالم طيب كابتن ماهر عايز اسالك طب بالتحديد عن الناحيه الفنيه للمباراه الشوط الثاني هل شايف ان الاداء كان متراجع شويه وده كان واضح اعتقد بالنسبه لمنتخب مصر بعد نتيجه 4-0 في الشوط الاول اسباب التراجع ده من وجهه نظرك شايفها ايه؟ بص يا امير احنا طبعا في الشوط الاولاني يمكن الحاله الفنيه اللي كانت عليها منتخب مصر طبعا كان في تركيز من بدايه المباراه من الاعداد الفني للمباراه في حته التشكيله المناسبه اللي هيبدا بيها طريقه اللعب اللي احنا اتكلمنا عليها واضح طبعا ان كان في التركيز من الشوط الاولاني ان الاضافه الهجوميه اللي كانت موجوده في التيم اللي بدا المباراه ايمن اشرف من ناحيه الاختراق من ناحيه الشمال احمد المحمدي كان من ناحيه اليمين وبعدين احنا اتكلمنا عن المثلث الهجومي اللي هو بيكمل الثلاثي الامامي في عمرو ورده وفي النني وغزال هو اللي كان موجود الهاف ديفندر اللي كان بيامن الجزئيه دي مع انطلاقات تريزيجيه طبعا محمد صلاح ومروان محسن شفنا جمل تكتيكيه على اعلى مستوى فعلا اللعيبه قدرت تاديها من خلال كور ثابته من خلال كور متحركه من خلال العمق بعض الجمل كان فيها مساعده ومسانده بشكل كبير جدا الكثافه العدديه اللي كان لعيبه منتخب مصر كان باينه من البدايه ان احنا فعلا عايزين نكسب المباراه في اول الشوط الاولاني وعشان كده التركيز ده والتمركز ده والانتشار ده وتقارب الخطوط الثلاثه الانطلاقات والجمل اللي اتعملت قدرت تتنفس بشكل كبير الشوط الثاني يا امير مع الاسف ده عيب في اللاعب المصري اللي هو بعد ما ضمنت اربع اهداف والاهداف الكثيره كلنا عشنا الاجواء دي تحس نوع من التخاذل او نوع من التكاسل او ما خلاص النتيجه خلصت بقى يبقى اللعب الفردي هو اللي كان طاغي علينا في الشوط الثاني الانتشار ما شفناهوش في الشوط الثاني المساعده الاختراقات بانواعها اذا كان اطراف ام العمق عشان كده يمكن الراجل لجا للتغييرات منها تغييرات كانت اجباريه يعني اصابه او اجهاد لكن انا شايف ان منتخب مصر اثر بشكل كبير جدا في اداؤه الشوط الثاني عن الشوط الاولاني. طب كابتن شريف التغييرات رايك فيها ايه؟ بمناسبه التغييرات الشوط الثاني يعني نزل مع بدايه الشوط احمد حسن كوكا مكان مروان محسن.
وعلي جبر مكان عمرو طارق، دي كانت اصابه. طارق حامد مكان تريزيجيه، رايك في التغييرات بالنسبه لتريزيجيه؟ رايي ده هو ده الحرس القديم اللي ما كانش بيلعب، يعني غير طارق حامد بس هو اللي كان بيلعب. اعتقد انه كوكا ما زال لم يقدم اي شيء موجود ضمن اللعيبه اللي موجوده في مصر، فراوده او السترايكرز. عندنا ناس اقوى بكتير قوي، عندنا ناس عندهم حميه. مين طب في مصر دلوقتي كابتن شريف ينفع؟ اي حد بيلعب في نادي المصري، عندك اثنين في نادي المصري، عندك عبد الله جمعه، عندك صلاح محسن لو بقى صلاح محسن كده كده هو في الحساب بس الاصابه لو بقى كويس يعني وسليم. لا عندك في كل فرقه، عندك صلاح امين ده اللي هو 37 سنه راجل، اللي هو بقول لحضرتك الراجل ده عامل زي بلال كده، فاكر بلال كنت بيلم الكوره وانت بيلم الكوره في ياردة وربع ويبعتها لي في الجون مع اعتى ديفندرات في البلد عندنا. خد بالك اللاعب المصري مش سهل، ده ريزل يعني ماري يقول لك، يعني عندنا الديفندرز بتوع مصر مش سهلين، يتعبوا اي حد، يتعبوا اي فيرود، الا بس في حته السرعه الاجانب بيفرقوا عننا في التيكوف كده، انك هو ياخدك في مشوار انت مش عامل حسابه او حاجه زي كده. لما انا عايز اقول لك على حاجه، التغييرات هو التغيير جه على دماغنا احنا، هدف من تاخر، من عدم مزاج ان انا اكون موجود والستار. انا مزاجي مش حلو، وانا عايز العب اساسي، وانا حاسس ان انا التيم ده انا مسيطر عليه، وانا المفروض ابقى الكابتن، وحاجات نفسيات لعيبه احنا بنبقى عارفينها، او رد الفعل ان الكوره بتتحط، حارس مرمى زهق برد ما بقاش عنده التيمبو بتاع الايقاع بتاع الماتش، الكوره ما راحتلوش ولا مره. انت بتلعب فرقه مش عايزين نقول عليها مدارس، انا بتفرج على احد القنوات لقيتهم بيقولوا والماتش الجاي هيبقى ماتش مهم جدا، لان على ماتش سوازان وده فرقه مش سهله. وانا ضحكت والله العظيم ثلاثه قلت يعني طب كابتن بلال، يعني انت احد الابرز المهاجمين في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ النادي الاهلي، بصراحه يعني عملت فترات كبيره جدا مع النادي الاهلي. قول لي بس في الاول، انت كان في فتره انضميت ليها المنتخب، كنت كبرت شويه في السن بس كنت بتادي باداء بشكل، كنت كام سنه تقريبا؟ كنت 31. 31 كان مين المدير؟ كان حسن شحاته. حسن شحاته كان هو المدير الفني للمنتخب. بس ما هي دي النقطه اللي انا عايز اتكلم، ما انا عشان كده بسالك يعني. ما ينفعش يا كابتن، وبالتحديد كمان يعني عشان تكمل اجابتك، حته نظره المهاجمين في خط الهجوم، وانت مهاجم طبعا بارز جدا، قول لنا السبب ايه وحلها. انا بس هتكلم بشكل عام، هديك بس مثال صغير كده عن المهاجمين الاول واكلمك بشكل عام بعد كده. تمام. لو تفتكر يا كابتن رودي فولر واستدعاه للمنتخب في سن كبير جدا، راجل هداف وبيسجل يعني حاجه كبيره جدا. ميلا برضه نفس الموضوع، بيستدعى للمنتخب عنده حسه تهديفيه. تمام. انت بتتكلم بص ارض الملعب زي ما قالوا الكباتن، انت في عنصرين مهمين جدا، لك يكون عندك لياقه بدنيه وقوه، والعنصر الثاني يكون عندك مهاره وخبره. دول لازم الاثنين لازم يكملوا بعض في الملعب، ما ينفعش تسيب واحده وتشتغل على واحده ثانيه، لازم الاثنين يكونوا موجودين مع بعض في الملعب. انا راجل ممكن يكون عندي، ممكن في بعض الاحيان لعيب يبقى اللياقه البدنيه بتاعته قليله شويه والقوه، لكن الخبره والمهاره عاليين جدا. يعني انا مش أنا كل واحد، وانا كمدير فني لازم ادور ازاي اشتغل على الاثنين، وادور ازاي ان انا استفيد من الاثنين. ما ينفعش يبقى انا بشتغل كل حاجه على صغير في السن وانه عنده القوه وعنده السرعه. احيانا في مباريات كتيره جدا بتنهيها المهاره والخبره. كتيره جدا، مباريات كتيره جدا، يبقى انت محتاج فيها عنصر المهاره، بتحتاج فيها عنصر الخبره. القوه البدنيه لما بتتساوي في الملعب بيفرق عندك اللعيب اللي عنده مهاره يا كابتن، وبيفرق عندك اللعيب اللي عنده خبره في الملعب. طبعا. عشان كده دايما بقول لك الحاجه الثانيه الاهم من كده، طب انا كمدير فني لما يكون لعيب عندي 30 سنه 40 سنه 35 37 38 وعنده باور في الملعب وعنده خبره وكسب فرقته، ما ينفعش تحرمه تمام من هدفه، ما ينفعش تحرمه ان انت تاخده منتخب. مفيش حاجه اسمها انا باخد منتخب عشان بفكر في 2022 عشان منتخب مصر اطلع بالحاله السنيه. انا النهارده لا، لازم ادي كل واحد كابتن، لازم ادي كل واحد حقه كمان. ما ينفعش انك تحجر على امكانيات واحد في الملعب عشان هو مثلا كبر في السن، ولكن معدل اللياقه البدنيه عنده موجود، السرعه موجوده، القوه موجوده، المهاره موجوده، خلاص انا واحد بكسب فرقتي. احنا كلنا بنتكلم اجمعنا ان وليد سليمان هو بيكسب النادي ده بالظبط في الوقت الحالي، او العنصر الاهم من ضمن العناصر الموجوده مع النادي الاهلي. وانت بتتكلم على النادي الاهلي اللي هو بيلعب بطوله افريقيا، بيلعب مباراه ثقيله جدا جدا، اقوى من سويسرلاند واقوى من نيجر، وممكن ايكوال طبعا مباراتك مع تونس. فالنهارده عشان تحرم لعيب في الحاله اللي هو بيتفوق فيها يا كابتن، ده مش فير. انا شايف كره القدم مش فير. ما تقوليش انا بقى بستعد ان شاء الله ل 2022 فهيبقى عنده 37 سنه مش هيقدر يديني. لا، مدير الفني للمنتخب هو مدير فني مرحله مؤقته فقط لا غير. تتكلم في بطوله، عقدك في بطوله. انا النهارده لو خرجت من بطوله افريقيا اللي جايه من الادوار التمهيديه، وارد جدا اسلم عليك طبعا، متشكرين، هنجيب واحد غيرك. النهارده لو عندي مباراه مهمه
النهارده بكره المباراه مهمه تستدعي ان انا مثلا لعيب كبير في السن يلعب، انا لازم العب بيه لان ده ماتش منتخب، مش هقول له لا انا مش هلعب بيه. يعني انت عشان السياسه بتاعت ان انا احدد لا طبعا انا سياسه تحديد الانديه، تحديد السن ده يتبعها الانديه، نادي عنده باع كبير، عنده مشوار كبير، تغيير. عنده تغييرات، عنده احلال وتبديل، لكن انت منتخب انت بتجيب من كل حته. انا عندي 25 لعيب في الاهلي، فالنهارده انا بعمل احلال وتجديد كل شويه، لكن انا كمنتخب انا عندي 1000 لعيب اشتغل عليهم، فالنهارده لا، النهارده وليد سليمان هيكسبني العب وليد، بكره مش هيكسبني ما العبش بيه. حتى لو مرحله انا ما انا ده اللي انا بتكلم فيه كده، فاهم قصدي؟ ما ينفعش تقول لي اصلا انا الاختيارات التشويز عندي واسعه جدا كبيره جدا يا كابتن، ما ينفعش تقول لي النهارده ايه هلعب بال 25 دول عشان دول الاصغر في السن. وارد ان بكره، طب النهارده انا بكره يا كابتن لو طلع عندي لعيب قوي جدا هتاخده ولا هتقول له لا انا خلاص اكتفيت؟ انا بس عايز اقول حاجه، اتفضل. احمد فتحي، احنا النهارده بنتفرج على فرقه منتخب مصر، كم من العرضيات اللي راحت ناحيه اليمين وما فيش غير احمد المحمدي في اول هاف تايم، بعد كده احنا ما شفناش اي اطراف ولا شفنا اي حاجه، حتى دخولهم كله بيبقى من العمق. واحد زي حسام غالي ده دلوقتي مش عارف تعوضه لو هو عبد الله السعيد، يعني كان ليه ده يبطل؟ حسام غالي ده قعدوا يقول لك لا ده كبير، ده يبطل، ده مش عارف ايه، سياسات كانت في ناس هي السبب في تبطيل حسام غالي للاسف، يعني تبطيل عدد سياسات بتعطل مسيره الحكايه كلها. مش هنبقى بنفس الشكل وبنفس التدخلات. انا عاجبني الغفيري ده ان هو عنده جرأة، عنده جرأة في اختيار لعيبة جداد، يعني يا ريت يبقى المساحة مفتوحة له انه يتفرج على اللعيبة كلها ويبقى عنده ثقة، ان شاء الله عنده 37 سنة، هو انا صلاح امين ده اللي انا اتفرجت عليه وما اعرفش سنه. لعيب مميز قوي بصراحة. ثانية واحدة، انا لو ما اعرفش سنه ماخدوش؟ افرض عنده 33 سنة مش هاخده؟ وليد سليمان ده ليه ما يتاخدش؟ ليه دايما كل واحد يطلع فيها يقول يعني من المسؤولين حتة اللي هي لا معلش اصل احنا لينا خطط ممكن كمان خد بالك مش لازم يلعب يبقى لعيب اساسي بالنسبه لك، بديل ممكن تستخدمه بعض لعيب بديل بالنسبه لي، ممكن ما يبقاش لعيب اساسي لو انت شايف ان امكانياته البدنيه ولياقته البدنيه لا تسمح يا كابتن كيلعب اساسي، خلاص يبقى عندي لعيب بديل. هديك مثل بلال بجريده لو نفتكر كده نرجع بالزمن ورا مع النادي الاهلي، طبعا عماد متعب في اشراكه الاوقات اللي كان بيحتاجه فيها جيب لنا بطولات، طبعا كانت نص ساعه افتكر، واخد بالك، وبيختار له التوقيت المناسب اللي الفرقه فعلا محتاجه فيها خبرات زي عماد متعب، وفعلا كان بيقدر يضيفه، ومن خلال الخبرات ديت عماد متعب كان بيكسبنا حسم كتير من الماتشات، مظبوط. فدي برضك بتبقى يعني رؤيه المدير الفني، ان انا ممكن يكون عندي العنصر اللي موجود فعلا يعني داخل في الثلاثينات، لكن زي ما بدل اتكلم على لياقته البدنيه وقوته وذكائه وخبرته، فاوقات كتيره جدا احنا بنبقى محتاجين حاجه زي كده. وجربنا يمكن السنتين اللي فاتوا او الاربع سنين مع كوبر ان احنا المكان ده حصل عليه تغيير بشكل كبير، يعني اضفنا لاعب كوكا مره، حسيتش انت بعماد متعب في الماتش اللي فات؟ محسن مره اخر 10 دقايق لو عماد متعب موجود يا ماهر طبعا في اخر 10 دقايق وفاكس طيب. طب كابتن ماهر الحل في ازمه المهاجم دي شايفها ايه؟ حل صعبه جدا، يعني احنا 104 مليون مع الاسف، يعني حتى كمان يمكن انا كنت بكلمك يا امير قبل الهوا على قطاع الناشئين، احنا برضك ما عندناش خد بالك في قطاع الناشئين لحد دلوقتي تقدر تقول ان في راس حربه مبشر. يعني احنا كنا زمان نقدر نقول ايه مثلا ايه، احنا عندنا ولد في قطاع الناشئين اسمه احمد بلال جاي، الكلام على جريدو طبعا يعني دي بعض اللقطات لعماد متعب ايام مستر جريدو المدير الفني الاسباني، وكان بالزبط. على فكره في مباراه وفاق ستيف وليد كمان في السوبر يعني ده طبعا ماتش الكونفدراليه طبعا ماتش بتاع دي الخبرات اللي احنا بنتكلم عليها اللي تخلصك بطوله تخلصك مباراه، فمطلوبه بصراحه بشكل كبير جدا. وفي هدف عماد متعب وفاق ستيف برده كان هدف في اخر لحظه بس خسرنا البطوله دي بطوله السوبر في ضربات الجزاء يعني فمخرجنا يعني بنحييه طبعا سمير سمير متواجد معانا ومصحصح بشكل جميل كالعاده بيجيب لنا الاثنين كمان نجومنا الكبار اللي احنا بنتمنى طبعا اولا وليد نتمنى طبعا عودته باسرع وقت لمنتخب مصر ان شاء الله، نتمنى طبعا لعماد متعب اللي اعتزل نتمنى له التوفيق ان شاء الله في مجاله الفني اللي هو تحليل المباريات طيب. ربنا يوفقه. فانا عايز اقول لك ان احنا فعلا زي ما بلال قال لك المقاومات اللي موجوده عليها راس الحرب اذا كانت من مهاره وقوه وسرعه ومحطه وذكاء ومهاره والعاب هوا وتصويبات من خارج ال 18 وواحد ضد واحد كلها دي مع الاسف يا امير احنا
مش لاقيينها في 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 والله اقول لك حاجه اللي تحت انا لكن شميت ريحه موجوده في بعض العناصر زي مثلا صلاح محسن صلاح محسن احنا شايفين المباشر للفتره الجايه لمنتخب مصر. عايز اسالك على حد انت اتفرجت معايا عليه ولا لا في كاس مصر الاخيره النادي الاهلي؟ احمد ياسر ريان نشمم ريحه مهاجم جيد رغم ان هو ما كانش موفق بصراحه. لازم يشتغل على نفسه زي ما قال بلال كده، يبقى عنده القوه وعنده الاصرار وعنده التواجد ويتفرج كتير ويحسن من نفسه كتير ويتعامل في منطقه الجزاء بقوه قوه المهاجم. لا يعني ابتديت اشتم رائحه ان في عندنا خد بالك يا امير كمان انت فرد كويس، خد بالك مش مكان بس راس الحربه، خد بالك احنا لو تلاحظ احنا سنتين كبر بتوع كاس الامم الافريقيه سنتين كاس العالم عندنا مشاكل كبيره جدا في حته الباك ليفت، عندنا مشاكل كبيره جدا في حته قلب الدفاع، عندنا مشاكل كبيره جدا في حته اللي هو يعني عبد الله السعيد والبلي ميكر اللي هو بيغذي الفريق، عندنا مشكله كبيره جدا في راس الحربه. عندنا مشاكل في اماكن كثيره جدا صراحه، مش بس مشاكل البديل مش بس يعني راس الحربه، مشاكل البديل بعد ما كان عندنا في كل مركز ثلاثه كمان غير البديل عندنا مشاكل. يعني احنا بنتكلم مثلا على محمود علاء نجم نادي الزمالك الفتره اللي فاتت بصراحه، يعني عنده ميزه في العاب الهواء وهو بيدافع قوي سريع، حتى في العاب الهوا وهو بيهاجم احرز خمس اهداف ست اهداف في الدوري العام. بس انا عليا لي كومنت على محمود علي كابتن مازن، هو لعيب بيعرف يسجل اهداف، لكن انا المهمه الرئيسيه بالنسبه لي ان انا ادافع يعني انا بالنسبه لي ستوبر بالنسبه لي ان هو يشيل الهجمه احسن ما يجيب لي جول، وعنده نواقص في الحته دي لكن هو مش سوبر ستار في الحته دي. انا وجهه نظري الشخصيه هو مش سوبر ستار في حته ان هو الحته الدفاعيه. يعني انت لو اتفرجت على الماتشات اللي لعبها مع نادي الزمالك في اخطاء كارثيه برضه، اخطاء كبيره جدا جدا، هو ده اللي محتاج يشتغل. يعني انا عايز اقول انا كابتن ميزه يعني ما فيش تفوق من دار المحمدي وعمرو طارق على مثلا محمود علاء، يعني انا شايف ان قريبين كله زي بعض قريبين قوي. لكن انا طيب بقول لك كابتن شريف، عايز اسالك لو احنا دلوقتي هنلاعب تونس مش هنلاعب سويسرلاند، كانت ممكن تبقى نفس التشكيله دي اللي يبتدي بيها مستر اجيري ولا كان هيبقى فيه اختلاف؟ لا انا رجعت لك بتشكيله النايجر، الشناوي وايمن اشرف وحجازي وبير محمدي واحمد محمدي طيب. علي غزال، محمد نمي، طارق حامد، تريزيجيه وصلاح ومروان، محمد صلاح مروان محمد، هو ده الشكل شكل تونس. يعني ده اللي اعتقد ان هو ما يقدرش يعمل اي تغييرات. هل شايف ان العناصر دي هي اللي تقدر تلعب مباراه كبيره؟ تونس عندها كالتشر تاني، عندها وجع تانية، عندها ده هيبقى الاختبار الحقيقي بالنسبه طبعا للجهاز الفني واللعيبه الجدد اذا كان سن او خبره او اي حد موجود معاهم، هو ده الاختبار الحقيقي انك انت بتلعب عندك اي ماتش هتلعبه بره ارضك كمان، ده الاختبار الاقوى انك انت ازاي هتلعب جوه بره، هل هتكسب جوه بره اي ان شاء الله كان مع نايجر او مع اي حد. فالحاله اللي بتبقى فيها تغيير دايما يا امير لازم تبقى يعني تديهم العذر في كل شيء، تدي العذر من اللي انت خارج منه من الحاله النفسيه بتاع اللعيبه، ازاي تكون فريق يتجانس ويتناغم مع بعض، ازاي محمد صلاح ده اللي احنا بنبني عليه الدنيا كلها نحس مين هو السبورت اللي يقدر يلعب جنب محمد صلاح ويسمح لمحمد صلاح بحريه انه يطلع كل اللي عنده، ما يبقاش محمد صلاح هو دايما الراجل المنقذ اللي مستني الطويله اللي هيجري فيها بالسبرنت. النهارده هو صلاح مترجم نفسه انه بقى اسيست، يعني الكوره بتجي له بيروح لاعب واحده ثانيه، يروح عاملها بيروح نازل ولاعب واحده في العمق الواحد يروح يجيب جون، عايز بقى الناس اللي هم يقدروا يترجموا كل تحركات محمد صلاح، والعين كلها بتبقى على محمد صلاح. فانت لما هتلعب ضد تونس انا حاسس ان برضو بعض الخبرات القديمه زي احمد فتحي وليد سليمان المفروض يخش، نسيبنا بقى من الحرس القديم اللي هو الديفندر اللي في نص الملعب حته عارف حسام عاشور وسوليه عندنا في الاهلي، احنا نسيبنا انما سوليه ده ممكن يقف في حته زي دي كده يلم الدنيا دي كلها، عنده من القوه وعنده من الاداء ان هو حتى تحس ان في لعيب تقيل موجود في وسط الملعب، لعيب شاب برضه يا كابتن، لعيب شاب ده لعيب يقدر يلعب بينا وحياه لعيبه تقدر تلعب. اللي انا في سؤالك اللي انت سالته ضد تونس انت عايز لعيبه تقيله، عايز لعيب خبره لما يعدي من ناحيه الشمال ويعمل العرضيه يبقى عارف انه هيعمل ريتيرن ثاني او عارف ان الراجل نص الملعب بتاعه في فكر مع بعض هيغطي عليه ناحيه الشمال او هيميل عليه، مش هيبقى عليك اي كونتر اتاك. طيب كابتن احمد بلال، محمد صلاح
بيلعب المباراه بشكل كامل لحد ما اتصاب. هل انت كنت مع استمرار محمد صلاح يعني الاكبر فتره ممكنه في المباراه رغم سهولتها يعني، ولا شايف ان كان الافضل احنا مثلا في الشوط الثاني نريح محمد صلاح شويه، خصوصا ان هو جاي من مباراه كانت قويه جدا امام مانشستر سيتي مع ليفربول في الدوري الانجليزي؟ والله بص، من خلال المباراه وفكر المدير الفني والتغييرات الكتيره اللي عملها، كان ممكن بالتالي ان انت يا تلعبه يا كابتن في البدايه وتخرجه، يا اما تلعبه في نهايه الشوط الثاني. يعني كان الموضوع ممكن يتم بالشكل ده طالما انت اوريدي اصلا بتشتغل على الحته دي. انت غيرت كل العناصر تقريبا، يعني 90% من العناصر او 80% من العناصر الاساسيه بتاعت منتخب مصر تم تغييرها في اللقاء ده. انت بتجرب ناس، فكان من الطبيعي برضه ان انت لعيب زي صلاح، لعيب تقيل خلاص، انت لعبته 45 دقيقه، راجل اشتغل عمل لك اسيست جيد جدا، الهدف الاول شغال مع زمان بشكل جيد جدا، من الطبيعي جدا بعد 45 دقيقه متشكرين تبتدي تعمل التغييرات بتاعتك خلاص، لان انت المباراه بالنسبه لك مش مستاهله محمد تجربية. صلاح يقعد في كل مش مستاهله كمان ان هو يلعب ال 90 دقيقه في مصر. لسه زي ما انت بتقول جاي من مباراه ثقيله جدا، الامور النفسيه صعبه جدا برضه على محمد صلاح الفتره اللي فاتت دي. فكون ان انت جه منتخب مصر لاعب الشوط الاول خرج بره الاجواء بتاعه انجلترا، خلاص انت خرجته بره الاجواء بمباراه سهله زي كده، عمل فيها كل الشغل اللي هو عايز يشتغل بالظبط. كان الشوط الثاني 45 دقيقه خلاص انت غيرته وابتديت تلعب حد ثاني وتجرب برده كمان وتشوف. يعني انا المباراه دي بالنسبه لي هي مباراه مين هيكون اللعيب رقم اثنين، مش مين هيكون لعيب رقم واحد. بالظبط. يعني النهارده مباراه سوزرلاند وحتى مباراه النيجر بالنسبه لي انا شخصيا لو انا مدير فني بقيم، انا عايز اشوف يا جماعه مين اللي هيبقى رقم اثنين معايا، مش مين هيبقى رقم واحد. انا لو انا احكم على دي رقم واحد يبقى انا دي اول مرحله من مراحل الاختيار الخطا بالنسبه لي. تمام. لو انا كمدير فني بفكر وبشوف ان مباراه النيجر وسوازيلاند دي اللعيب اللي هتأدي بشكل جيد هذا هو ده اللعيب رقم واحد بالنسبه لي، يبقى انا مخطئ رقم واحد في اختياراتي، فبالتالي اللي هينبني عليه بعد كده هينبني عليه خطا. زي ما قال الكابتن النهارده هروح العب تونس، هل وانا بلعب تونس هفكر اعمل التشكيله اللي موجوده دي؟ هيبقى ده بدايه الحكم على المدير الفني بالنسبه لك. راح تلعب فرقه زي تونس، فرقه مكتمله العناصر، المباريات اللي زي دي حتى وان كنت انت كفرقتين يعني ضامن الصعود بنسبه 100%، فالمباراه دي لا، مباراه الكبار. انا الكبير ما بحبش اتغلب، فاهم قصدي؟ انت لما تلعب ماتش طبعا انا كابتن طبعا، وبعدين هو كسبك هناك عنده 1-0، فانت النهارده لما تيجي تلعب هنا في القاهره، فبالتالي طبيعي جدا منتخب مصر منتخب المصنف الوصيف بتاع افريقيا لازم يكسب تونس على ملعبه، ودي طبيعه كره القدم. فعشان تكسبني على ملعبك وانا حتى لو مش محتاج المباراه العب بشكل يخليني انا اتغلب، ما ينفعش. الكبار ما بيعملوش كده. عشان كده بقول لك ان التغيير اللي موجود، التشكيل اللي موجود قدامنا ده على الورق او اللي لعب النهارده بيه المدير الفني مستر اجيري، ده التشكيل ده هيتغير بنسبه 70-80%، لازم هيتغير. وضع طبيعي جدا، طبيعي. طيب عشان اقفل قصه المنتخب، عايزين نتفق على بعض الاسماء اللي ممكن تنضم الفتره الجايه وتكون مهمه لمنتخب مصر يا كابتن ماهر. اتكلمنا على احمد فتحي ووليد سليمان، طبعا شايف ان هم مهمين جدا ان هم يكونوا متواجدين. هل في عناصر اخرى ممكن تكون مفيده للمنتخب المصري المرحله الجايه؟ لا، يعني انا شايف ان احمد فتحي ووليد سليمان بصفه اساسيه لازم يبقوا موجودين خلال الفتره اللي جايه. زي ما الكباتن قالوا ان مباراه تونس مباراه، يعني هم ابرز اثنين لازم يكونوا موجودين. مباراه في منتهى الصعوبه يعني. سلية. نعم. لو سلية لو سليم طبعا هو خلاص شفي تماما ان هو موجود. كمان في نص الملعب اضافه كبيره بشكل كبير يعني. لكن عايز اقول لك ان هو في مباراه تونس اكيد هيلعب في التشكيله، لازم يلعب في التشكيله، يوصل للتشكيله الامثل ازاي التركيبه اللي هيقدر يقابل بيها تونس. تونس من الفرق المصنفه، يمكن خسرين منهم مباراه هناك، كلهم لعيبه محترفين على اعلى مستوى. انا شايف احساسي كده ان هو ممكن التغيير هيبقى بنسبه 20% في الشكل اللي هو بدا بيه هذه المباراه. يعني احتمال يبدا بالشناوي مثلا وايمن اشرف ناحيه الشمال، محمدي ناحيه اليمين، حجازي يخش يرجع ثاني مكانه في قلب الدفاع، وبين باهر المحمدي وعمرو طارق، يعني اختيار بين واحد من الاثنين دول على حساب علي جبر. نص الملعب على حساب علي جبر. على حساب علي جبر. نص الملعب انا شايف ان النني هيبقى موجود بصفه اساسيه. تمام. ومعاه يمكن علي غزال، لان هو برضك علي غزال شايف طويل القامه وبينقض واخد باله جيد العاب الهواء، بيلعب في دوري قوي برضه، الدوري الامريكي بيلعب في دوري قوي. انا شايفه ان هو ممكن يكون افوق من طارق حامد في خلال الفتره اللي جايه. عنده 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 ثبات ده في الحته القدمانيه، يمكن هو بس المشكله مين اللي يكمل مع الثلاثي المهاري القوي. هل عمرو ورده اللي ممكن يشغل مكان عبد الله سعيد في الحته اللي هي 9.5 تحت الثلاثي تريزيجيه ومروان محسن وصلاح محمد صلاح؟ هو ده التغيير اللي ممكن يتم في الشكل والهيكل
بالنسبه لمنتخب مصر الفتره اللي جايه. اتمنى طبعا ان احمد فتحي يبقى موجود ووليد يبقوا موجودين بصفه اساسيه يعملوا لنا تقل ويعملوا لنا شكل واداء في منتخب مصر. في حاجه اخيره حابب تقولها بخصوص منتخب مصر يا كابتن شريف؟ يجيبوا برضو محمود علاء نادي الزمالك، مش هنفضل نقول الاهلي الاهلي الاهلي. تمام طبعا، احنا بنتكلم بشكل عام. في مرحله اختباريه يا كابتن شريف، عندك انت تملي بتبقى في اختياراتك. قلب دفاع لازم البديل بتاعه. أيوة. قلب دفاع الثاني عايز اكتر من بديل. خلاص هو عنده هو النهارده عنده باهر المحمدي وعنده عمرو طارق وعنده كمان عمرو طارق اتصاب النهارده كمان. غزال بيقدر يلعب في الحته دي. وهيرجع لك احمد حجازي على فكره برضو في مكان عمرو ورده. في مكان عمرو ورده كابتن برضو في حسين الشحات، ممكن حسين الشحات وممكن اوباما بتاع الزمالك يعني. بس هو حسين الدهوش ماشي، لازم نتفرج على حسين الشحات. حسين الدهوش مع الاسف ان كان المفروض النهارده احنا كمان عايزين نحكم على حسين. احنا بقالنا فتره ما حكمناش على حسين في ادائه الدولي، يعني شفناه في 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 الدوري الاماراتي، لكن الدوري الاماراتي مع احترامي مش بالقوه الفنيه، مش بالقوه الفنيه اللي موجوده عليها طبعا منتخب مصر او الدوري. في حاجه بس كنت عايز اقولها بس في موضوع محمد صلاح. الناس كلها في مصر رايحين الماتش عشان يتفرجوا على محمد صلاح، فاحنا بس عشان لو خرجت محمد صلاح من الماتش انت بس انا بالنسبه لي يعني لو في اتفاق مسبق ان هو هنلعب لليمت او ما جاش او ما استدعيتوش مثلا للراحه، انت بتحب تخرج من المباراه؟ لا طبعا، محدش والنجم الكبير استحاله يقبل على نفسه انه حتى هو خارج من حيث الاهميه وخارج الدنيا هتزوم وهتعمل. فهي بس الحكايه اللي الناس لازم تفهمها ان اللعيبه بتيجي على نفسها عشان خاطر الوضع اللي هو وصل له او النجوم اللي والتاني اللي هناك في ليفربول ما يعرفش هو بيغيره عشان مصاب ولا بيريحه له ولا ففي ممكن تبقى في حسابات اخرى بالنسبه للنجوم يعني. كابتن بلال في حاجه حابب تضيفها بالنسبه لا بس عايز اقول حاجه، احنا بنتكلمنا عن التشكيل والتغييرات واللعيبه، ولكن عايز اقول برضو ان كل اللعيبه دي لعبت مع مستر كوبر برضو. بالظبط، ومعظم اللعيبه دي معظمهم فعلا انضمت مع مستر كوبر برضو، يعني احمد المحمدي ما عدا علي غزال، يمكن ما عدا علي غزال كان محمدي غريب، يمكن باهر المحمدي بس. لا علي غزال برضو يعني يمكن دي في البدايه خالص مع كوبر، في البدايات خالص في الاول خالص جه مع كوبر في البدايات خالص، وبعد كده يعني عايز اقول ان العناصر الموجوده دي برضو عناصر برضو كانت شغاله مع المدير الفني، وهو ما كانش في بعضهم كان عنده قناعات والبعض الاخر ما كانش عنده بيهم قناعات. فانت اوريدي العناصر الموجوده لعيبه منتخب مصر، مش لعيبه جديده على المنتخب، لعيبه مثلت المنتخب قبل كده. بس احنا دايما بنقول ايه، احنا بنتكلم لصالح المنتخب طبعا، فدايما بنقول لا احنا دايما عايزين اللعيب اللي فعلا لما تبقى في مباراه حاسمه هو اللي يقدر يقف، وهو اللي يقدر اللي عنده شخصيه ان هو يخلص يعني منتخب. منتخب مصر منتخب كبير مش منتخب صغير، ما ينفعش وانت بتختار لازم تحط الحته دي انك انت عندك شخصيه. زي ما احنا بنتكلم على النادي الاهلي بنقول النادي الاهلي له شخصيه، فلعيب النادي الاهلي لازم يكون عنده شخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطوله، انه يكسب، ان هو في وقت الازمات يبقى موجود في الملعب، يبقى لعيب قوي. هو ده منتخب مصر برضه يا كابتن، احنا عايزين كده نفس بنتكلم في نفس الموضوع ان شاء الله. طيب يعني عموما في النهايه اكيد بنقول مبروك لمنتخب مصر. احنا بنقفل جزئيه لسه، احنا مستمرين معاكم طبعا، لكن بنقفل جزئيه منتخب مصر مباراته النهارده امام سويسلاند واللي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجه 4-1. اكيد بنبارك لمنتخب مصر، مستنيين المزيد من المنتخب الوطني. طبعا المنتخب دلوقتي عنده 6 نقاط في المجموعه، بيتساوى مع تونس اللي لسه عنده مباراه غدا امام فريق النايجر وسويسلاند عندهم نقطه وحيده. الامور يعني اعتقد محسومه، منتخب مصر والمنتخب التونسي هم اللي ان شاء الله هيتاهلوا لنهائيات الامم الافريقيه 2019 بالكاميرون. اكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري خلال المرحله المقبله. بعد الفاصل هنواصل حديثنا عن النادي الاهلي بالتفصيل وتحدياته المختلفه اللي بيخوضها خلال هذه الفتره. استنونا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. اتكلمنا خلاص عن منتخب مصر، دلوقتي هنتكلم عن النادي الأهلي واللي بيمر بالعديد من الأمور الهامة جدا والمباريات الهامة والبطولات اللي بيشارك فيها، وده اللي متعودين عليه من خلال النادي الأهلي. طبعا التقرير اللي فات ده وضح لنا كل حاجة بتخص الفريق خلال الفترة دي، سواء من حيث الإصابات، الاستعدادات للمرحلة المقبلة عقب كمان مباراة الترسانة السابقة. فعشان كده هنستفيد في الحديث عن النادي الأهلي ومشواره الأفريقي والمحلي مع نجومنا الكبار هنا في الاستوديو. كابتن ماهر، يعني
في البدايه عايز اتكلم عن مباراه الاهلي والترسانه، وكان اكيد مهم جدا ان الفريق يتخطى عقبه دور ال 32. عارفين دايما الكاس فيه مفاجات، الفريق فاز بصعوبه على فريق الترسانه. تقييمك للمباراه واداء النادي الاهلي في ظل تواجد العديد من العناصر المختلفه اللي لعبت في هذه المباراه؟ هو طبعا بنبارك النادي الاهلي فوز على الترسانه 3-2، وبنبارك كمان للترسانه على الاداء اللي ادوا بيه كشري المدير الفني ابن ابناء النادي الاهلي، اللي لعب باسلوب منظم دفاعيا وانتشار يمكن طولي او عرضي، عمل توازن في الدفاع بشكل جيد جدا في ادائه في بدايه المباراه، احترم النادي الاهلي بشكل جيد، وهو حتى اتكلم وقال ان النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطولات، يعني عيد بالنسبه لنا ان احنا بنلعب قدام النادي الاهلي، ومكسب كبير جدا للاعيبتي انهم يكتسبوا خبرات تفيدهم بشكل كبير جدا في دوري الممتاز به او الدرجه اللي تحت الدوري الممتاز، عشان تديهم ثقه في المباراه الدوري اللي هم بياخدوها. طبعا بالنسبه للنادي الاهلي واضح طبعا مستر كارتلون وجهازه الفني محمد يوسف ان هم بيمروا بمرحله بردك امير، مرحله بمنتهى الصعوبه. يمكن النادي الاهلي متعود، يمكن السنه اللي فاتت مرينا بيها مع الكابتن حسام، مرينا بيها طبعا الهايلايتس بتاعت مباراه الاهلي والترسانه الاخيره في كاس مصر. فطبعا الشريف محمد شريف من ضمن اللعيبه المميزه اللي احنا يعني كسبناها بشكل كبير جدا في مباراه الترسانه، وزي ما قلت لك في بدايه كلامي ان كانت فرصه ان مستر كارتلون او الجهاز الفني ان يشرك عدد من البدلاء، مش عايز اقول البدلاء يعني اللعيبه اللي هم ما بتاخدش فرصه في النادي الاهلي فتره طويله، ان المباراه اللي بالشكل ده تبقى فرصه للجهاز الفني واللاعبين ان هم يقدروا يثبتوا جهودهم للمدير الفني ان هم صفقه جيده، يقدروا يشتركوا خلال البطولات اللي بيأديها النادي الاهلي. ده طبعا يمكن الهدف الثاني بالنسبه لمحمد شريف، جمله من ضمن الجمل اللي هم بيتدربوا عليها. المباريات اللي زي كده يا كابتن ماهر الاهم فيها ان انت تشوف الاداء او تشوف اداء افضل من اللاعبين، ولا كان الاهم النتيجه كالعاده، خصوصا انت بتلعب مباريات كاس يعني؟ النتيجه رقم واحد، لان هي بتديني ثقه للمرحله اللي بعد كده. الاداء رقم اثنين، وخصوصا الاداء بالنسبه للعيبه اللي هي ما بتشاركش بصفه اساسيه، مهم جدا التقييم الفني. مباراه زي دي مباراه قويه، مباراه جيده، يمكن راحت وجت بينا، كانت يمكن الترسانه بتسجل واحنا بنعدل وبعدين بتسجل واحنا بنعدل، وبعدين طبعا التغييرات اللي كانت مميزه اللي اضافها الجهاز الفني، السولية عمل تقل، محارب عمل تقل، وبعدين يمكن الشيخ بيسجل الهدف طبعا القاتل الهدف الثالث، عشان بياكد ان هو صفقه من ضمن الصفقات اللي احنا محتاجينها خلال الفتره اللي جايه. زي ما قلت لك التقييم الفني للمباراه ديت لصالح الجهاز الفني بشكل كبير. قبل التقييم الفني عايز اقول لك ان احنا مرينا بظروف صعبه جدا فيها الاجهاد الواضح على الفرقه، كل 3 4 ايام بتخرج من بطوله، تخش بطوله دوري عام، بتقفل الملف بتاعها، تخش بطوله عربيه، بتقفل الملف بتاعها بطوله افريقيه، فدي كله كان اجهاد ولود على لعيبه النادي الاهلي. الاصابات اللي ضربت النجوم ومعظم النجوم الاساسيين اللي كانوا موجودين بصفه اساسيه، الثبات التشكيل اللي كان موجود عليه الفريق اتغير بشكل جيد في هذه المباراه. طريقه اللعب يمكن طريقه لعب واحده ثابته 4-2-3-1. النهارده هو برضك بيشوف عناصر قدرتها على الاشتراك في خلال الفتره الجايه، لو الاصابات موجوده في بعض العناصر الاساسيه ما عندناش غير الاحتياطي او البديل اللي هو بدا به المباراه. يعني احنا اول مره مثلا بنشوف صبر الرحيل، بقاله فتره كبيره جدا يمكن امير ما شاركش، لكن المباراتين دول ادوا له ثقه، ادوا له نوع من اللياقه البدنيه، ادوا له نوع من اللياقه، بس واضح ان هو لسه يعني مستواه بعيد شويه، ده نتيجه ان هو ما كانش بيلعب بقاله فتره فمحتاج. النهارده احمد علاء اول مره بنشوفه، الوافد من الداخلية. يمكن احمد علي السنه اللي فاتت كان من ضمن اللعيبه المميزه في قلب الدفاع. محمود الجزار صفقه من ضمن الصفقات اللي اختارها النادي الاهلي في هذا المكان. كابتن شريف عايز اسالك برضو عن المباراه بالتحديد، مباراه الاهلي والترسانه، هل من المنطقي والطبيعي جدا ان احنا ما نشوفش اداء كويس، وخصوصا ان في عدد كبير جدا من اللاعبين بيلعبوا لاول مره مع بعض؟ طبيعي والطبيعي اكتر انك انت تبقى داخل مباراه حاسس انك هتكسبها قبل ما تلعبها، وده احساس بيبقى جواك انك انت بتلعب الترسانه اللي هي خارج نطاق الضوء يعني او الخدمه بالنسبه لك يعني. عشان تكسب اي مباراه لازم يكون عندك من عوامل اللعيبه اللي موجوده جوه الفريق اللي هي انت بتعتمد عليها 3 او 4 يقدروا حط المسؤوليه عليهم. يعني
انا شايف ان دكه البدلاء هي من اخطرها. هم دول كانوا اللي يقدروا يترجموا لك فوز وفوز سريع جدا. تمام. ما يسمحش لنادي ترسانة ان هو يتقدم عليك وانت اللي تبقى بتلحقه، وبعدين لما تجيب جول في الاخر عن طريق بديل اساسي برضه انا بعتبره احمد الشيخ الشيخ وذو خبره، نبقى انت كده التجربه بالنسبه لك ناجحه. لا، هو الظروف اللي انت بتمر بيها اعتقد في تخبط جامد جدا بالنسبه ان انت تعمل توليفه. هتواكب ازاي ماتش وفاق الصيفي مع كاس مصر مع البطوله العربيه مع الدوري العام لما ترجع؟ هي دي الحاجه بصراحه اللي احنا بنشفق فيها على اللاعبين وعلى الجهاز الفني، ده غير الاصابات اللي بكل ماتش بيقع منك اثنين او ثلاثه كده. فانا حاسس ان الميزه الوحيده اللي حصلت ان احمد حمدي دخل في الماتش وخد ثقه انه بيعدي واحد واثنين. ده انا بحب اللعيب اللي هو بيعدي وبيقطع من خط الخط اللي بينقلني من ملعب للملعب الثاني. كريم نزفت لازم لعيب صغير عنده حاجه 20 سنه يعني 21 سنه ده لازم ياخد لانه عنده جميع مقومات اللعيب الكوره الجيد. ما تقوليش بقى لا تيشيرت الاهلي ومش تيشيرت، لا تيشيرت الاهلي. و شايف ان كريم انا شايف كريم لازم ياخد احمد ياسر يعني زي ما اتكلمت عليه من شويه. لازم يبقى هو اللي بيشتغل على نفسه بقى. يعني انت كل الناس بتقول عليك انك انت لعيب كويس قوي، كل الناس انا بصراحه كنت بتفرج عليه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان بيحرز اهداف كتير جدا يعني. كل الناس عامله لك اعداد. نرجع تاني لكابتن مؤمن زكريا بقى، وده علامه الاستفهام الكبيره بتاعتي. هو اكرم توفيق. اكرم توفيق انت زعلان انك ما بتلعبش، الناس ادولك ماتشين ورا بعض ولعبت في افريقيا ولعبت هنا دلوقتي، انت فين من الاداء؟ انت فين من وقفتك في الملعب؟ انت فين من فكرك من تركيزك؟ نفس الشيء مؤمن زكريا. مؤمن زكريا ده فرقه لوحده بصراحه. يعني مؤمن زكريا فتره يعني من فترات كان يعني اهم من اهم لاعبي النادي الاهلي، لكن الفتره دي بصراحه يمكن مستواه في هبوط شويه، وده ممكن يكون ناتج عن الموضوع التدريبي. فين الغيره؟ فين الغيره بتاعت لاعب الكوره؟ يعني بلال انا كنت بعرف بلال، انا بطلت وبتفرج على بلال الاقيه خارج ما بيلعبش مثلا متنرفز وبينزل الملعب ما فيش ثواني وبيترجم لهدف. يجيب هو جول ويبص الدبله نفسه يا ماهر وقاعد بره معايا وبيشتم وبيعمل. انا اقول لك وقاعدين مكسر الدنيا وكسر لك ثلاث اربع كراسي وهو خارج داخل، فعشان هيموت عايز يلعب، هيموت عنده نيرف، هيموت. دي بعض الاهداف سمير معانا ما شاء الله، يعني بصراحه الراجل جايبين اهداف في ربع ثانيه بتلاقيه كره بيمينه وبشماله مع بلال جوال. يعني هو راجل الدبله بقى، الدبله والنبي يا سمير وهو بص فين الدبله. هو اللي مشهور كان بالموضوع ده كله جول. يعني الله يخليك يا سمير لو لقيت لنا جول لماهر ولا او مره فانيلا. الحمد لله وصلت بس فانيلا. فالحقيقه الـ 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 الشكل بتاع الجهاز الفني ان هو يحطم الارقام ويحصل على كاس افريقيا في ظل المعاناه اللي هو بيزور، تسمح له يا كابتن امير ان هو يتفرج على اكتر عدد من اللعيبه اللي عنده ما بيلعبوش. تسمح لكارديرون عنده لعيبه هو ما شافهاش، شافها فيديو يمكن او شافها حاجه، تسمح له بجميع التجارب، تسمح له ان هو يحتك بيهم، يشوفهم في الماتشات الفعليه اللي هي زي بطولات. مين دول؟ انا هحتاج قد ايه؟ اكيد كسب مكاسب كبيره قوي مباراه ترسانة. طيب كابتن بلال، عايز اتكلم عن المباراه ايضا معاك، ومين العناصر اللي لفتت نظرك من اللي شاركوا لاول مره مع النادي الاهلي الموسم ده في مباراه مهمه ومصيريه برضو، وخصوصا بعد الهزيمه من الاتحاد السكندري في بطوله الدوري، الهزيمه المفاجاه بنتيجه 4-3. شوف، يمكن هي مباراه كانت جيده بالنسبه للعيبه، يعني لبعض اللعيبه في النادي الاهلي. خد بالك المباريات اللي زي كده يعني دايما اللعيبه اللي بتاخد فرصه بتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لهم، لان الفكره بالنسبه لهم ان هو بياخد فرصه في ظل الغيابات الموجوده، فبيعتبر ان دي الفرصه يعني الحقيقيه بالنسبه له، او دي الفرصه النهائيه بالنسبه له، او دي اخر فرصه بالنسبه له. فعشان كده في حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى مضغوط جدا جدا جدا، وده وضع طبيعي ان لعيب يعني ما لعبش قبل كده وما بيلعبش كابتن ماهر بيبقى مضغوط جدا، لان بيعتبر ان دي فرصه بالنسبه له ممكن ما تتكررش بعد كده. يعني لعيبه مصابه ولعيبه في المنتخبات وانك تلعب في ظل الظروف دي، فبيبقى من مطلوب منك بشكل كبير انك انت تعمل اداء جيد جدا جدا، يكون تركيزك عالي داخل المباراه. عشان كده في بعض الاوقات بنعذر بعض اللعيب. يعني انا بعذر احمد ياسر، انا كابتن لا هو لعيب عنده سرعه وعنده قوه، لعيب طويل تحركاته جيده داخل المباراه، هو عمل كمان اسيست الجون الثاني حلو، عمل اسيست رائع جدا.
جدا صراحة. الجول الثاني، ولكن انت لما يكون موجود عندك وليد ازارو، لما يكون عندك صلاح محسن، لما يكون عندك مروان محسن، لعيبه كلها ليها اسماء ولعيبه تقيله بالنسبه لك، وتيجي انت الناس بتفكر تشوفك في مباراه زي كده، بيبقى انت الفكره كلها فكره الضغوط. الضغوط طبعا، ازاي العبء النفسي يا كابتن هتشيله من عليك؟ طبعا هتشيل ازاي؟ يعني انا داخل بعبء نفسي كبير جدا، الناس هتقارني ما بيني وما بين وليد ازارو هداف الدوري العام السنه اللي فاتت، هتقارني ما بيني وما بين صلاح محسن اللي شارينه ب 40 مليون وهو اللعيب البروميسنج بتاع النادي الاهلي، بينه وبين مروان محسن لعيب منتخب مصر الاساسي. فدي بتبقى بعض الضغوط اللي موجوده على اللعيبه داخل الملعب. كريم ندفد من افضل اللعيبه اللي موجوده، انا شايف ان هو لعيب تكتيكي رائع جدا، لعيب مهاري، عنده سرعه، عنده قوه، يعني بشوف انه لو خد فرصه كبيره مع النادي الاهلي هيبقى له شأن كبير جدا، هينتقل لمرحله ثانيه متختلفه تماما. هو مطلوب ان يعني من جمهور النادي الاهلي ومن كل محبي النادي الاهلي ان هم يصبروا شويه على العناصر الصغيره، لان هم دايما او بيلاقوا نفسهم خلاص متواجدين في الفيرست تيم في النادي الاهلي، فده في حد ذاته ضغوط كبيره جدا على اي لعيب في مصر ان هو يلعب بتيشيرت النادي الاهلي الفريق الاول. فمطلوب ان الصبر عليهم، نساندهم بشكل كبير جدا من الناحيه الاعلاميه وكل المتابعين طبعا بالنسبه للفريق، يعني ده اكيد شيء مهم. اه طبيعي، ده طبيعي. خد بالك انا عايز اقول لك على حاجه، بس المشكله في الوقت الحالي انك انت البطولات متلاحقه ورا بعضها. انت الجمهور بالنسبه لك انت داخل بطوله الدوري العام مش عايز تخسر ولا مباراه، عندك بدل المنافس اثنين السنه دي، تمام، عندك بطوله افريقيا بقى لها كثيره غايبه عن النادي الاهلي، مش متعودين على كده، النادي الاهلي دايما بيفكر في البطوله. فالنهارده الجمهور برضه معذور في بعض الاوقات انه عايز اللعيب اللي يدخل الملعب ده يكون لعيب زيه زي اللعيب اللي بيلعب اساسي بشكل كبير، زي اللعيب اللي موجود ومستمر في الملعب. بالزبط. دايما شايف ان اللعيب اللي موجود على دكه البدلاء لازم يكون جاهز. خد بالك دي برضه بتبقى مسؤوليه على اللعيب اللي موجود على دكه البدلاء. انا لازم ابقى دايما جاهز، اي نعم الفتنس بتاعي مش هيوصل، المهاره بتاعتي مش هتبقى زي اللي بيلعب بشكل مستمر، ولكن لازم ابقى قريب في الحته دي. انت برضه لعيب عندك شخصيه، يعني انت جيت النادي الاهلي عشان انت لعيب عندك شخصيه، عشان لعيب عندك امكانيات، عشان لعيب عندك مهاره. ما جيتش النادي الاهلي بالظبط يا كابتن، يعني انت ما جيتش النادي الاهلي كده عشوائيه بالصدفه، لا تم اختيارك، يعني شافوك مره والنادي الاهلي الموضوع بيبقى فيه صعوبه كبيره جدا. وبعدين كمان بص، في حاجه مهمه جدا داخل النادي الاهلي، اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي ما عندوش شخصيه النادي الاهلي بيمشي بسرعه، صح، ما بيكملش، صح، عارف انت زي المغناطيس كده، ما بيلعب ما هو خلاص يعني بيمشي، يعني ما بيلعبش بيمشي. فدي حاجه ميزه كبيره جدا جوه النادي الاهلي، شخصيا وفنيا، مش بس مش حاجه من الاثنين، لازم شخصيتك مش فنيا مش فنيا بس ولا شخصيا بس، لازم شخصيتك تبقى ماشيه مع شخصيه النادي الاهلي، الالتزام، الادب، الاخلاق، الاحترام، تمام، الفنيات برضو انك انت لازم تكون لعيب على مستوى عالي جدا من الفنيات. دي ده اللعيب اللي يمشي مع النادي الاهلي. طيب نروح للمرحله الاهم يا كابتن ماهر، الفريق مقبل على يعني اياب دور نصف النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، مباراه غايه في الصعوبه امام فريق او فوكس تيف. المطلوب في المرحله دي، عندنا فتره حوالي 10 12 يوم بالنسبه للنادي الاهلي بيستعد من خلالها لهذه المباراه، ايه المطلوب من الجهاز الفني ومطلوب من اللاعبين قبل مباراه مهمه ومصيريه امام فريق فوكس تيف؟ بص يا امير، احنا الحمد لله رب العالمين الفتره اللي فاتت يمكن 13 14 مباراه مع مستر كانتلون، يعني يمكن دي كانت الخساره الوحيده من مباراه الاتحاد، واحنا قلنا ظروفها وملابساتها اللي وصلت النادي الاهلي ما كانش يومه في خساره هذه المباراه. مباراه وفاق الصيف احنا محتاجين الوقت ده ان احنا فعلا يرجع اللعيبه المصابين الاساسيين لقوام الفرقه، لان احنا محتاجين تاني ان احنا نرجع لثبات التشكيل، واخد بالك، وثبات التشكيل بطريقه اللعب بيضم العناصر اللي موجوده كلها خبره، لان مباراه وفاق الصيف مباراه في منطقه صعوبه طبعا هناك. جمهور احنا عارفينه جمهور صعب عصبي جدا وبيشجع فرقته بشكل جنوني، ارضيه الملعب الترتان صعب علينا، مش متعودين عليها، احنا بنلعب على الارضيه اللي هي النجيل الطبيعي. النادي الاهلي طبعا من الناحيه الفنيه هيبدا قبل السفر باسبوع ان هو في الملاعب الفرعيه عندنا في مدينه نصر، ملاعب الترتان اللي هي بتاعت الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي، هيبقى معظم تدريبات النادي الاهلي من خلال هذه الارضيه. الارضيه محتاجه يعني التمركز بشكل كبير جدا، هتبقى عقبه طبعا طبعا. النقطه الثانيه ان احنا رايحين نقابل فرقه فيها عناصر مهاريه بشكل كبير، يعني يمكن الجزء القداماني احنا شفناه في مباراه عندهم عبد المؤمن، جابوا احد المواهب الكبيره بصراحه بالظبط، يعني لعيبه مهاريه على اعلى مستوى، وخصوصا ناحيه الشمال بالنسبه لنا ان صابر الرحيل ما وصلش للفورمه الرياضيه او ما وصلش لطبيعته اللي احنا متعودين عليها بقى له فتره يمكن بعيد جدا، هي دي يمكن مشكله بالنسبه من ضمن المشاكل اللي احنا هتقابلنا في مباراه وفاق الصيف.
هم طبعا ممكن المشكله دي بالتحديد تحل في حاله عوده سعد سمير وجاهزيته الفنيه والطبيه بشكل كامل قبل هذه المباراه. اعتقد هيلعب أكيد. جنب سالف كلوبالي وهيبقى ايمن اشرف باك ليفت يعني. بالظبط اكيد يعني عوده المصابين ده ما يقللش طبعا من قيمه طاهر رحيل برضه لعيب مهم اكيد يعني. اكيد امير لكن عوده المصابين بشكل كبير جدا بتدينا ثقه يعني التجربه اللي احنا قابلناها مع الترسانه مع النجوم اللي احنا ذكرنا اسمها لكن زمال بلال وشريف محتاجين وقت بالزبط. محتاجين عارف شغل الملعب انك انت يبقى رجليك موجوده باستمرار عشان تقدر تاخد الثقه انك انت بتنافس مع نجوم ليها مكانتها ومنها هداف ومنها طبعا. راجل راح المنتخب طبعا. والتاني في منتخب اولمبي فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نكتمل قبل السفر لوفاق الصيف. لكن عايز اقول لك يا امير ان احنا في المباراه دي بالذات بيبان روح الفنانه الحمراء بيبان دوافع لعيبه النادي الاهلي بتبان شخصيه اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها الكباتن بيتكلم عليها شخصيه اللاعب النادي الاهلي اللي بينضم للنادي الاهلي البطولات للنادي الاهلي كمان احنا بنحب المباريات دي خارج ملعبنا طبعا ويمكن عندنا تجربه قبل كده يمكن مع الترجي التونسي والنجم الساحلي ادينا بشكل كويس وقدرنا ان احنا نفوز خارج ملعبنا طيب كابتن شريف فرص النادي الاهلي شايفها ازاي في الصعود للدور النهائي عقب مواجهه طبعا فريق وفاق الصيف في القاهره فوز 2-0 شايف النتيجه مريحه شايف فرص الفريق كبيره في التاهل النهائي ان شاء الله باذن الله طبعا احنا كان عندنا فرصه ان احنا ننهي المباراه هنا خالص يعني انما 2-0 نتيجه مش قليله برضو نتيجه كبيره تساوي كمان قوه فريق النادي الاهلي بجميع اللعيبه اللي موجوده فيه اسماء وجماعيه وفرديات يعني انما اللي انا عايز اقول لك على حاجه احنا رايحين عشان نحرز هدف الهدف الاول ان احنا نعدي الدور ده طبعا. عن طريق هدف ان احنا نجيب جول هدف الامور هتبقى حسمه خلاص يعني انت لو جبت جول اعتقد ان الحكايه اول 99% خلصت يعني فده يبقى المبدا تاني حاجه لازم تبقى مامن نفسك بلاعبين عندهم شخصيه المدافع يعني انتوا بتتكلموا على صبر رحيل صبر رحيل لاعب متحرر كويس قوي علي معلول لاعب متحرر هايل تمام. انما حته الدفاع عندهم وان هو يقف موجود عند ايمن اشرف ويلعب يدافع كويس يعني ناحيه يضغط على الجناح اللي جاي له او اي كوره اي حد عايز يعمل عرضيات وكمان الحاجات دي اعتقد انها بالنسبه لهم بيبقوا عندهم حته بس كده بيتكلوا على حد من نص الملعب او ما الراجل اللي ورايا اللي بيغطي عليا انما هو عنده التحرر وسرعه الاداء والعرضيات وكمان قوي جدا فصعب قوي ان انت تلاقي في كل المراكز احمد فتحي يعني صعب جدا ديفندر جامد احمد فتحي لعيب صعب لعيب نص ملعب ولعيب وينج رايت ولعيب بيجيب اجوال ولعيب فصعب قوي انك انت يعني تتمنى ان كل الفرقه تبقى احمد فتحي طبعا. ان شاء الله اللعيبه تبقى بروح احمد فتحي وليد سليمان وروح وليد سليمان في الملعب عنده روح عاليه جدا عايزين نستغل كمان حته الترتان للخبره ان التصويبات من الخارج نبقى عندنا الملكه صح. دي تصويب الكوره من خارج بلال في الماتشات دي توفر عليها كتير قوي ترد من حاله المرمى الفولو بنسهل الامور علينا احنا عندك قناص اسمه وليد ازارو عندك من سيتيح له الفرصه مروان محسن او مين هيكون موجود في المباراه انا كشريف عبد المنعم ازارو عندك ازارو صلاح محسن ان شاء الله يرجع كنت اتمنى هو يلعب 3-5-2 اللي هو بنلعب بليد يامن بشكل كويس يامن بشكل كويس ويبقى عنده محطتين قدام اللي هم الاثنين بلال اللي هيحاولوا في اي وقت انطلاقات من الاطراف انا دايما بنادي لان ازارو لو لعبت حد جنبه او محسن مروان لعبت جنبه او صلاح بيستفيدوا من بعض جامد جدا طبعا. العين بتاخد يمين او بتاخد شمال طيب. انا بيبقى عندي نتيجه تقدر توفر لي ان انا اعدي من الدور ده باذن الله طيب كابتن بلال الازمه الواضحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي دلوقتي هي بعد اصابه علي معلول عندك مثلا حسام عاشور وعمرو سليه اعتقد ان هم خلاص بقوا قريبين ان هم يلعبوا حسام عاشور اصابته بسيطه عمرو سليه اصابته بسيطه او خلاص رجع خلاص وشارك في المباراه الاخيره احمد فتحي كذلك اصابته بسيطه وان شاء الله هيكون متواجد في المباراه صلاح محسن نفس الحال لكن الازمه في ناحيه الشمال علي معلول غيابه خلاص اصبح مؤكد هل شايف ان في حاله عوده سعد سمير يلعب سعد وايمن اشرف يبقى باك شمال ولا ممكن لو سعد سمير مش جاهز قوي تلعب احمد فتحي كقلب دفاع جنب سالف كلوبالي وتلعب محمد هاني يمين وتحط ايمن اشرف شمال شايف الحته دي بالذات شايفها ازاي وحلها ايه بالنسبه للنادي الاهلي بص رقم واحد لو سعد جاهز يبقى يلعب سعد وكلوبالي اثنين ستوبرين
تمام. خلاص ويلعب ايمن اشرف ناحيه الشمال. تمام ده رقم واحد. سنتر بالنسبه لك انت ايمن اشرف برده لعيب خبره طبعا. تمام لعيب كبير لاعب ودفاعيا كويس النهارده كمان يعني خد ثقه بزياده. وجوده في منتخب مصر برده يديله ثقه كبيره جدا جدا جدا. لعيب خد بالك من اللعيبه اللي بتدافع بشكل جيد جدا جدا بالزبط. وعلى المستوى الهجومي لعيب جيد. في فروقات فنيه في الحته في المستوى الهجومي شويه ما بين الاثنين او في الاداء الهجومي مش هنتكلم على المستوى هنتكلم على الطبيعه الهجوميه. يعني علي معلول من اللعيبه الطبيعه الهجوميه بتاعتها زياده شويه عاليه شويه هو بيحب عارف بيفكرك ب يعني يا كابتن روبرت كارلوس زمان اللي هو عايز كل شويه يهاجم فكرك بكافو ناحيه اليمين كل شويه عايز دانيال الفيتش ناحيه اليمين عايز كل شويه يبقى موجود في الحته الهجوميه دي بتبقى طبيعه وغريزه عند اللعيبه يعني لما تيجي يعني تهديه شويه يعني هيعمل الحته دي 50 50 يعني هو بطبيعه الحال ان الباك رايت هو دوره 70% دفاعي 30% هجومي ده وضع طبيعي جدا لكن احنا بنشوف علي معلول مثلا ممكن يبقى 60% هجومي 40% دفاعي. انت ايمن اشرف من اللعيبه اللي تعمل البالانس في الحته دي لعيب ممكن تستخدمه لو المباراه فيها بيتهاجم عليك او انت عايز تعمل بالانس شويه في الحته الدفاعيه او تدافع بشكل كويس ممكن ايمن اشرف يهدك في الحته دي كويس قوي عشان كده بقول ان ايمن اشرف من اللعيبه التكتيكيه الرائعه جدا يقدر يعمل الحته دي بشكل جيد جدا عنده يقدر أولويات. بالظبط عنده اولويات في طريقه لعبه انا ايه انا البوزيشن بتاعي باك ليفت خلاص يبقى انا 70% دفاع خلاص يبقى انا بالنسبه لي ان انا حافظ دفاعيا الاول ان ما يجيش فيها اجوال احافظ ان فريقي ما يتعملش هجمات من الناحيه بتاعتي احافظ ان انا ما يبقاش في ثغره من ناحيتي في الحته الشمال دي رقم واحد بالنسبه لايمن اشرف علي معلول باعتماده بطبيعه اللعب انت برضو خد بالك من كتر ما بتلعب مع زمايلك بتبقى حافظ هم بيقدروا يعملوا ايه حافظ خلاص وتقدر تستفيد منهم ازاي علي معلول بيقدر يستفيد من الاثنين الميدفيلدرز بتوعك سواء اذا كان عاشور او السليه او اي حد بيلعب في الحته دي هو بيزيد وعارف ان في واحد من الاثنين يا كابتن دايما بيعمل حته الكفرنج التغطيه عليه فعشان كده دايما مش قلقان في الحته دي مش قلقان ان في اثنين في نص ملعب هو حافظ طريقه لعبهم ايمن اشرف عارف ان في كده كويس ولكن هو من اللعيبه لا اللي عندها بالانس انا النهارده انا بلعب باك ليفت يبقى انا عندي دور دفاعي قوي جدا فما اعتقدش ان النادي الاهلي عنده مشكله في الحته دي في الحته الناحيه الشمال لان خلاص ممكن يبقى انت كمان مش محتاج المباراه هجوميا قوي انت كسبان في ملعبك 2-0 فانت بالنسبه لك الاولويه هتبقى انك تبقى متزن داخل الملعب الحته الدفاعيه بالنسبه لك هتبقى يعني مش عايز اقول كبيره ولكن هتبقى الاهم بالنسبه لك دفاعيا اكتر من هجوميا انت ممكن تسجل هناك بس ممكن تسجل زي ما قال الكابتن شريف كده تلعب على هجمه مرتده سريعه انت عندك اثنين عندهم سرعات في الحته اللي قدام تشتغلهم بشكل كويس جدا طبعا. صلاح محسن عنده سرعات أكيد. وليد سليمان الناحيه الثانيه برده عنده سرعات الاثنين عندهم انطلاقات يقدروا يعملوا التحول السريع من الدفاع للهجوم فانت بالتالي مش محتاج انك تلعب جيم مفتوح طبعا. حتى كمان لو علي معلول موجود يعني مستر كارتيرو ممكن يا كابتن يقول له لا خليك ثابت شويه ما تتقدمش كتير لان وارد جدا جدا انت بتلعب برده فرقه وسط يا كابتن للدور قبل النهائي يعني توازن يا كابتن بلال ولا ادافع يعني توازن في فرق ما بين الفرق الكبيره ما تدافعش بالظبط كده يعني في كونسبت كده في كره القدم انا الشخصيه بتاعتي انا كراس حربه لو نزلت دافع وعملت تاكلنج وحاجات زي كده هفتقد كتير جدا من شخصيتي انا يعني هفتقد من طريقه لعبي ومن امكانياتي لكن انا ممكن اعمل توازن في الملعب امسك الكره بشكل جيد جدا وانت عندك اللعيبه اللي تقدر تعملها في الملعب في النادي الاهلي بشكل كبير ولكن ما دافعش انا اعمل توازن بتاعي بحيث ان انا يعني عندي الامكانيه ان انا اقلب واشتغل على السرعات عندي الامكانيه النهارده النادي الاهلي عنده امكانيه يعمل كل حاجه في الملعب بالزبط. تقدر تلعب كمان على الهجمه المرتده لو انت احتجت انك تلعب على الهجمه المرتده النهارده في الجيم بتاعه وفخ ستيف هناك هتقدر تعملها بشكل كويس قوي ولكن دايما احنا بنقول طالما انت كسبان 2-0 على ملعبك ما تصعبش الامور ما تفتحش الجيم لان فرق شمال افريقيا في اول ثلث ساعه بينزلوا ضاغطين عليك بشكل كبير جدا عشان الحته النفسيه دي يرهبوك نفسيا يخلوك ان انت تتراجع يخلي ان انت ما عندكش ثقه في نفسك انك تخرج بالكوره ده اللي بيعملوه شمال افريقيا في كل المباريات اللي بيلعبوها مع النادي الاهلي انت كمان بالشخصيه بتاعتك لازم تمتص الحته دي وتكون بتدافع كويس لان انت لو ما دافعتش كويس في بدايه اللقاء وجي في الجول خلاص انت اتكهربت المباراه اتكهربت واتصعبت عليك بشكل كبير جدا جدا فلا فنرجع لحتتنا ايمن اشرف لا يقدر يادي الموضوع ده بشكل جيد لكن يبقى حل احمد فتحي مطروح وارد انه يلعب باك ليفت لا انه يبقى متواجد كقلب دفاع صعب احمد فتحي يلعب باك ليفت يعني بقى قلب دفاع انتهت قصه بس مش هيعمل طالما موجود عندك ايمن اشرف خلاص مش هيشتغل يا كابتن طالما موجود عندك ايمن اشرف محمد هاني بيلعب قلب دفاع فاحمد فتحي طبعا وارد في حاله عدم جاهزيه سعد سمير ما هيبقى ايمن اشرف جنب سليف ايمن اشرف يلعب صابر رحيل بقى ولا احمد فتحي
بص مش عايزين صبر رحيل ليه ما يلعب لا يلعب صبر رحيل لا بالظبط يلعب على عدلتي صبر رحيل يلعب طبعا على عدلتي يلعب وصبري خد بالك يعني لو خد تعليمات على فكره صبري دفاعيه يا كابتن هيدافع كويس ماله ماتشين دخل اكيد يعني كل مره هيدافع كويس خد بالك هو الفتره دي معذور يعني ممكن ماتش الترسانه ما يكونش موفق شويه الراجل كان بقاله كتير جدا ما بيلعبش ده طبيعي كل ماتش وله ظروفه والجماعه التكوين اللي بيلعب معاه القوام الاساسي بتاع الفرقه يمكن ما كانش موجود النهارده انت هو هيتحط مع لعيبه رجعت ولعيبه عندها الاحساس بتاع الدولي اللي هو بتاع افريقيا بيزيد هو بالزبط. هو في ما انا لما بلعب كنت جنب ماهر بيديني ثقه وبديله ثقه يعني بتزيد عند صبري وصبري عنده خبرات كبيره على فكره يعني صبري كويس قوي على فكره وزيه زي محمد نجيب امير لما اتكلمنا تيجي تطلبهم في اي وقت تلاقيهم بينزلوا لك وبيأدوا لك وبيدوا لك اللي انت عايزه 80% يا سيدي من اللي انت عايزه وبعدين انت عندك برضو خبرات يا بلال وماهر في الملعب كجهاز فني بقى تقدر تدور الفرقه وانت من جوه الملعب مش من خارج الملعب يعني انت عندك جواكر كتير قوي موجوده جوه التيم يعني انا وليد سليمان جوكر احمد فتحي جوكر ايمن اشرف جوكر محمد هاني جوكر مؤمن مؤمن معلش مؤمن خارج حدود الخدمه دلوقتي انا عايز مؤمن ده يفاجئنا بقى يعني الفتره الجايه هتلاقي مؤمن ان شاء الله يفاجئني بقى عايز مؤمن يفاجئني ده ماتش مؤمن يبقى سارق الفرح هناك مؤمن بيخلص ماتشات كبيره اهو يا رب انا عايز اتكلم يا امير اشرف بلال يعني اتكلمنا على طب بص اللقطه دي بس الاول اتفضل ده كابتن ماهر همام بيجيب جون اهو هو مدافع كبير طبعا وده سليف كولوبالي بيجيب جول ده سمره ايه الجمال ده كاس مصر ده مع السكه حديد ده مين عملها لي شريف عبد المنعم دي والله كابتن شريف عبد المنعم كان لعيب برده كابتن شريف قوي قوي انا لو اعرف ان انت اللي هتحطها انا قدي كنت بنشن على الخطيب لا والله يعني مش قصدك كمان لا رتحت بقى سرقت شويه مصطفى عبده وراك هو شايف نذكر سمير عكاشه بصراحه جايب حاجه يعني جميله محتاجين واحد اسمره في الماتش الجاي سمير مركز النهارده كويس وكلوبالي بقى مش عارف يعني نتمنى الماتش الجاي يا ابني لعبها لك مخلصه واحده من الحاجات ديت حاجات الثابته اللي احنا بنمتاز بيها كولوبالي يقدر يخلصنا ان شاء الله عايز اقول لك ان فعلا الاستراتيجيه المباراه ديت ان احنا عندنا التوازن في الدفاع هيبقى اكتر من الجانب الهجومي التوازن في الدفاع عندنا الخبرات اللي ممثله في اولادنا بشكل كبير جدا انك انت اول ربع ساعه تقدر فعلا تقضي على طبعا الدوافع اللي موجود عليها وفاق الصيف جمهور الشحنه اللعيبه محتاجين انهم يجيبوا جول في بدايه المباراه في اول ربع ساعه النادي الاهلي بخبراته بقى الافريقيه والدوليه من اللعيبه الموجوده عايز اقول لك ان المباراه ديت ان شاء الله احساسي كده ان الجهاز الفني بيفكر في تشكيله المناسبه لهذه المباراه الشناوي احمد فتحي ناحيه اليمين نتمنى سعد سمير يرجع بقى ده تشكيل من وجهه نظر نظري كولوبالي ايمن اشرف في نص الملعب الثلاثيه وعاشور عندنا الثلاثي اللي قدامهم انا شايف مؤمن يبدا من بدايه المباراه وليد سليمان وبين حمودي او اسلام محارب تمام وازارو كراس حرب تمام اتمنى يعني يبقى دي التشكيله انا هشيل بس واحد من عنده واحط احمد حمدي ممكن ازارو جاهز ازارو مع منتخب طب في كلمه اخيره حابب تقولها بخصوص النادي الاهلي اتمنى بقى ان شاء الله باذن الله احنا محتاجين البطوله دي غايب علينا بشكل كبير جدا اكتر من 5 سنين نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا من خلال وفاق الصيف نوصل للمباراه النهائيه باذن الله يا رب ان شاء الله كابتن شريف في حاجه حابب تضيفها بخصوص النادي الاهلي قبل المرحله او خلال المرحله الحاليه بالنسبه للفريق قبل مباراه وفاق الصيف ولا حاجه خالص انا بشكرهم على المجهود الفظيع اللي الفتره دي تستحملوا كل حاجه الحقيقه عشان يسعدوا جماهيرهم ويسعدوا الكره المصريه عموما كمان فبتمنى لهم كل التوفيق والجهاز الفني كمان بقى تمام كابتن بلال لا كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي المباراه اللي جايه انا بشوفها ان هي مباراه خلاص بتؤهلك ان انت تاخد البطوله تمام يعني النادي الاهلي ان شاء الله لو عدى المباراه دي اعتقد ان البطوله هتبقى ان شاء الله في الجزيره باذن الله تعالى اللعيبه كلها بتادي بروح قتاليه عاليه جدا اللعيبه كلها عارفه ان في ميشن مش سهله لافريقيا الناس كلها بتطالبك بافريقيا طب بطوله الدوري بالنسبه لك يعني اصبحت بطوله يعني العاديه بالنسبه لك يعني اللي اعتدنا عليها النادي الاهلي ولكن الهدف الاساسي دايما بالظبط الهدف الكبير بالنسبه لك مش الاساسي الهدف الاهلي الاساسيه كبيره جدا كلها لكن الهدف الكبير بالنسبه لك هو الهدف هو بطوله افريقيا يعني طبيعي جدا ان شاء الله ان السنه دي احنا وصلنا للفاينل السنه اللي فاتت وخرجنا يمكن بمباراه كانت صعبه علينا كلنا السنه دي ان شاء الله باذن الله تعالى نحقق الفاينل ونكسب ان شاء الله المباراه ويجينا بطوله افريقيا باذن الله يا رب ان شاء الله كابتن ماهر همام انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا نورتنا وشرفتنا النهارده ربنا يخليك كابتن شريف عبد المنعم طبعا نورتنا وشرفتنا النهارده شكرا كابتن في اي اعمال فنيه قريب ولا حاجه
انت معايا ان شاء الله. قتلتيها ليه؟ وبلال وماهر. انا هقوم بدور فضيحه. انت وبلال معايا هقوم بدور فضيحه. يا صديقه قتلتيها ليه؟ كابتن بلال طبعا شرفتنا النهارده. نشكرك شكرا جزيلا. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من ملعب الاهلي. اتكلمنا في العديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه، كان ابرزها طبعا مباراه المنتخب النهارده اللي بنبارك له بالفوز على فريق سويسرا بنتيجه 4-1، واتكلمنا كمان على فريق النادي الاهلي ومشواره المحلي وبالتحديد في بطوله كاس مصر واستعداداته كمان لمباراه توفاق سيف في اياب نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. في النهايه اكيد بنتمنى كل التوفيق سواء لمنتخب مصر او كمان ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الصعبه المهمه جدا المقبله. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق ويستعيد بطوله دوري ابطال افريقيا ويضمها للعديد من البطولات في دولاب بطولات النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا واستنونا في حلقه جديده من ملعب الاهلي. الى اللقاء.